مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، ودايما منوريني ومشرفيني في قناه الاهلي واستاد كوستاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده في مباراه مهمه جدا جدا جدا، الاهلي والاسيوطي في ربع نهائي كاس مصر. حسام البدري بطموحه، في علي ماهر بطموحه ايضا الجامح. علي ماهر قدم موسم ولا اروع في الدوري العام، علي ماهر بيودع فريق الاسيوطي، اكيد عايز يعمل حاجه قبل ما يمشي. علي ماهر رايح فريق كبير لسه ما اعلنش عنه رسميا، لكن معلوماتنا بتقول ان هو رايح فريق سموحه. ان شاء الله كل التوفيق لعلي ماهر، وايضا طبعا التوفيق كله للنادي الاهلي وكابتن حسام بدري النهارده في الجمع بين الدوري والكاس، وان شاء الله افريقيا كمان. زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله مباراه مهمه هنناقشها مع ضيوفنا الكرام بكل تفاصيلها. بس قبل ما اروح حتى كمان للاخبار، عايز اتكلم على موضوع الجمهور يا جماعه. الجمهور في ماتش الترجي اللي بعد اللي جاي ان شاء الله، ماتش الترجي يوم الجمعه، مباراه ايضا كل الأهمية لهذه المباراة في بداية المشوار الأفريقي اللي هو بيحلم بيه كل أهلاوي، إن هو ياخد كأس أفريقيا عشان يروح كأس العالم للأندية، وده حلم كل الأهلاوية وحلم مجلس الإدارة اللي كابتن محمود الخطيب أكد عليه، وقال كمان إن احنا عايزين ناخد مراكز متقدمة في كأس العالم للأندية، يعني تخطى كمان مرحلة أفريقيا، وده حلم وحلم مشروع قوي 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 بالنسبة لنادي كبير وكيان كبير زي النادي الأهلي. عشان كده عايز أتكلم على موضوع الجماهير وأهمية الجماهير. الجماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي في كل العصور هم واجهين لعمله واحده، وهي عمله الكيان الكبير، عمله النادي الاهلي او كيان النادي الاهلي. عشان كده بقول زي ما حضراتكم يعني بيعرض قدامكم، جماهير حاجه جميله جدا وحاجه بتهز اي مكان. تخيلوا بقى جماهير الاهلي، تخيلوا اللعيبه يعني انتوا وحشينها قد ايه، تخيلوا حجم الجمهور لما يكون مالي استاد القاهره، استاد برج العرب، ولما يكون في 5000 او 300 او 400 او 15 او 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 او. انا مش محتاج اقول لكم ان اداره النادي الاهلي بتعمل ايه، او بتعمل مجهود قد ايه، او بتبذل جهد قد ايه عشان ترجع الجماهير كامله لاستاد القاهره، كمان استاد القاهره مش استاد برج العرب. لكن احنا عايزين نساعد الناس يا جماعه لو سمحتوا. انا واحد يعني عاشق النادي الاهلي، اكيد الجماهير عاشق النادي الاهلي اكتر مننا بكتير. الجماهير اللي ملهاش اي حاجه خالص غير ان هي بتشوف النادي الاهلي ملهاش اي فايده يعني، او ما بتستفدش باي حاجه غير ان هي بتشوف النادي الاهلي كسبان، النادي الاهلي فرحان، النادي الاهلي دايما عالي. هي دي الافاده الوحيده او الفايده الوحيده اللي بيستفيدها جمهور النادي الاهلي، غير كده ما فيش. عشان كده بقول ان دي الناس اللي بتحب النادي الاهلي بجد من قلبها بجد، والناس طبعا مجالس الاداره اللي بتشتغل بمنتهى التطوع بمنتهى الاحترافيه بمنتهى الاخلاص وكل الكلام اللي ممكن يتقال. عشان كده لازم الجماهير تقف واقفه مع الاداره عشان نقول يا جماعه احنا عايزين الجمهور يملى الاستاد الثاني، عايزين يا جماعه نلعب في استاد القاهره ثاني، عايزين يا جماعه عايزين عايزين عايزين. يبقى احنا بنتكلم بقلب جامد من بعد ماتش منانا والاداره بتبذل كل الجهد عشان ترجع الجماهير ونلعب في استاد القاهره، لكن هيقول لك اصل في حصل كذا وكذا وكذا. فانت ترجع خطوه لورا، مش عايزين نرجع خطوه لورا، عايزين الجماهير في منتهى الالتزام زي ما حصل قبل كده. وقلنا اللي حصل او اللي حصل في ماتش منانا ده كان قله وما كانتش هي بتمثل جماهير النادي الاهلي للاسف للاسف للاسف، لكن الجماهير نفسها ترجع، احنا نفسنا الجماهير ترجع، اللعيبه نفسها الجماهير ترجع، قبل الجماهير نفسها الاداره نفسها تقول لا يا جماعه احنا عايزين الاستاد مليان عن اخره. عشان كده ان شاء الله في 15000 رايحين ماتش الترجي في برج العرب، ان شاء الله يهزوا الاستاد، وان شاء الله يكونوا صوره مشرفه دايما لجمهور النادي الاهلي، زي ما جمهور الاهلي مشرف النادي، مشرف اي مناسبه بيكونوا فيها ان شاء الله يشرفوا النادي الاهلي بالتزامهم بتشجيعهم الحضاري باخلاصهم في التشجيع بكل حاجه. ان شاء الله تملوا استاد برج العرب حتى لو 15000 متفرج مؤقتا، لكن ان شاء الله بعد هذه المباراه مع الالتزام بالتشجيع المثالي والالتزام بالروح في كل حاجه، ان شاء الله ترجعوا تملوا الاستاد وتنوروا استاد او اي استاد تكونوا فيه مهما كان هو فين. عايز اقول لكم ان في 10000 تذكره بسعر موحد 30 جنيه، زي ما انا عرفت من السيد او الكابتن محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي، في 10000 تذكره للجماهير عموما، وفي 2500 للاعضاء. 2500 دول هيكونوا في المقصوره عشان يسيبوا الاستاد كله، او ال 15000 الباقيين او ال 10000 الباقيين للجماهير درجه ثانيه بقى درجه ثالثه عشان تشجيع يبقى من القلب ويرج الاستاد ان شاء الله. ان شاء الله يكون في 2500 الاعضاء زي ما قلت لحضراتكم، هيقولوا اولى ممتاز ومقصوره. زي ما قلت لكم برضو ان الامن طلب من النادي الاهلي ان هو يتعاقد مع شركه قويه جدا عشان هي تكون مسؤوليه كامله عن هذه المباراه، والنادي الاهلي بيلبي اي طلبات بيعمل اي حاجه عشان الجماهير. باكد وبعيد تاني، الاهلي والجمهور هم وجهين لعمله واحده اللي هي الكيان الكبير، عشان كده الاثنين في ظهر بعض هيعملوا اي حاجه في اي وقت وفي اي مكان. ان شاء الله الجماهير ترجع تاني. عشان كده بقول لحضراتكم باكد تاني ان النادي الاهلي تعاقد مع شركه فالكون علشان تكون مسؤوليه كامله عن هذه
المباراة شركة كبيرة ومعروفة أمنيا إن شاء الله تكون مسؤولية، وهي قد المسؤولية إن شاء الله. في 3000 تيكت أو 3000 تذكرة اتباعوا بالفعل. الشركة على الموقع الرسمي بتاعها ممكن تحجزه، الجماهير طبعا عارفة ممكن تعمل إيه على الموقع الرسمي لشركة فالكون، هتحجزه أونلاين التيكت، وإن شاء الله يوم الأربع اللي جاي هيكون التيكت أيضا والحجز متاح في منافذ فوري في فروع النادي الأهلي الثلاثة في الشيخ زايد وفي الجزيرة وفي مدينة نصر بإذن الله. زي ما قلت لكم إن النادي الأهلي بإدارته ضاغطين ضغط جامد جدا عشان نلعب ماتش الترجي في استاد القاهرة، لكن الأمن قال نظرا لضيق الوقت، واحنا قلنا خلاص ماشي هنتلعب في برج العرب خلاص ماشي، لكن إن شاء الله ماتشاتنا اللي جاية بجمهور أكبر من كده بكتير بإذن الله، بإصراركم بتشجيعكم بالتزامكم إن شاء الله تملوا استاد القاهرة زي ما كان، ان شاء الله تقف ورا اللعيبه. وانا دايما بقول ان الجمهور هو روح الكوره وروح اللعيبه، والحاجه اللي بيطلعها اللعيبه مفيش اي حد هيطلعها غير الجمهور، بيطلعوا حاجه استحاله حد يطلعها غير الجمهور. اللعيب دايما لما بيشوف الجمهور لو هو 70% بيبقى 100%، لو هو حتى 10% بيبقى 100%. ان شاء الله ترجعوا تنوروا كل السادات اللي بيلعب عليها النادي الاهلي تاني بالتزامكم وتشجيعكم. ده كان المجمل. ان شاء الله كمان في اجتماع امني هيقام في مديريه امن اسكندريه، حضروا مسؤول النادي الاهلي ومسؤولي فالكون ومع السيد مدير امن اسكندريه ان شاء الله عشان يشوفوا الترتيبات على هذه المباراه الهامه جدا للنادي الاهلي. ان شاء الله تكون بدايه موفقه للنادي الاهلي في مشواره الافريقي، وان شاء الله نحتل القمه الافريقيه مره اخرى، وان شاء الله نروح كاس العالم للانديه، وان شاء الله كمان نحقق مركز متقدم زي ما قال الكابتن محمود الخطيب بطموحه بعائلة الأهلي بإذن الله. ده كان خبر كان لازم أقوله لحضراتكم لأن ده أهم حاجة الجماهير ترجع بإذن الله. عايز أقول لكم أخبار نادي الأهلي قبل ما ندخل في جو اللقاء، جو كأس مصر النادي الأهلي في الأسيوط. عايز أقول لكم أن أحمد فتحي كان في القائمة لكن أحمد فتحي اشتكى من إجهاد، عشان كده الكابتن حسام بدري استبعده من هذه المباراة، فخاض التدريبات النهارده مع الغايبين عن مباراة الأسيوطي. كابتن حسام بدري زي ما بقول لحضراتكم فضل منح أحمد فتحي راحة من مباراة الأسيوطي إن شاء الله تكون في السابعة مساء بإذن الله عشان اشتكى من الإجهاد. النهارده الكابتن سيد معوض قاد تدريب الغايبين عن مباراة الأسيوطي. أيضا النجم شريف إكرامي بيغيب عن تدريبات النادي الأهلي بإذن، حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مباراة الغائبين بالغياب عن مران الغائبين عن مباراة الأسيوط والمقرر لها في السابعة مساء بإذن الله. أيضا أزارو بيحصل على راحة 24 ساعة، عارفين نجم وليد أزارو هداف الدوري والنجم المغربي أو نجم المنتخب المغربي كمان عنده إجهاد أو شد في الخلفية زاد شوية في مباراة الزمالك، إن شاء الله يرجع بسرعة جدا أو قبل مباراة الزمالك كمان. أيضا النجم ربيعة بيحصل على إذن الغياب من مران اليوم، عنده امتحانات، رامي ربيعة بيقدم امتحاناته عشان كده خد إذن بالغياب، عارفين رامي رجع من ألمانيا هيعمل شوية تأهيلات هنا ويرجع لألمانيا تاني إن شاء الله يرجع سالم غانم. النجم سعد سميري يواصل برنامجه التأهيلي بعد الإصابة اللي لحقت بيه في مباراة الزمالك، وشفناها كانت إصابة عنيفة جدا جدا، كان ماتش بصراحة عنيف من يعني في بعض اللاعبين هنا وهنا عشان نبقى بس إيه ملتزمين. سعد سمير بيعاني من كدمه في الركبه تعرض لها في مباراه الزمالك، خلينا ان شاء الله تكون اصابه بسيطه ويرجع بسرعه. والاهلي يواصل ميرانو غدا دون راحه استعدادا للمباراه الهامه مباراه الترجي ان شاء الله يوم 4 مايو المقبل على استاد برج العرب في اولى مواجهات الاهلي في دوري المجموعات في افريقيا. دي كانت اهم اخبارنا، ان شاء الله مباراه مهمه النهارده تاني مباراه الاهلي والاسيوطي. الاهلي والاسيوطي هيستنوا الفايز اللي هيكسب، هيستنى الفايز من سموحه ودجله، وايضا الاسماعيلي مستني الفايز من الانتاج والزمالك. مباراه مهمه جدا ان شاء الله هنتناقش فيها بالتفصيل الكامل مع ضيوفنا الكرام بعد الفاصل، الكباتن الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن ربيع ياسين والكابتن عادل عبد الرحمن. فاصل واستنونا.
زي ما قلت لحضراتكم في بداية لقائي معاكم، إن شاء الله النهاردة الأهلي في الأسيوطي في الربع نهائي كأس مصر. كان المقاولين العرب بتقابل مع الإسماعيلي في نفس الدور، والإسماعيلي كسب 2-0. وعلى أثر هذه المباراة كابتن محمد عودة قدم استقالته، وكابتن علاء نبيل دلوقتي مدير فني لفريق نادي المقاولين. إن شاء الله النهاردة الأهلي في الأسيوطي، إن شاء الله يوم الثلاث سموحة في دجلة، إن شاء الله الكسبان من الأهلي والأسيوطي هيقابل كسبان من سموحة ودجلة، وإن شاء الله الإنتاج والزمالك يوم الأربع إن شاء الله، والإسماعيلي في انتظار الفائز من هذا اللقاء. قبل ما أتكلم مع ضيوفي في هذا اللقاء بالتفصيل، لأستعرض مع حضراتكم الجرافيك اللي عمله لنا فريق الإعداد. اتفضل. دي تاريخ مواجهات الأهلي والأسيوطي، الفريقين قابلوا بعض أربع مرات، الأهلي كسب ثلاث مرات وتعادل كان في مناسبة واحدة، والأهداف النادي الأهلي 7 أهداف في حين لم يحرز الأسيوطي في مرمى الأهلي أي هدف، أكبر فوز كان 5 أهداف مقابل لا شيء، مؤمن زكريا وعبد الله السعيد 2. دي نتائج المباريات من اول دور 16، كان حرس التقب الزمالك والزمالك كسب 3 أهداف مقابل لا شيء، نادي مصر مع الاسماعيلي، الاسماعيلي كسب 1-0، سموحه وبتروجيت كان المكسب لنصيب سموحه بـ2 مقابل هدف، والجونه والانتاج الحربي، الانتاج الحربي تغلب على الجونه بهدف مقابل لا شيء، دجله تغلب على المصري بهدف مقابل لا شيء. لسه مستمرين معاكم في دور ال 16، الاسيوطي والاتحاد السكندري، الاسيوطي كسب الاتحاد 3-1، كانت مفاجاه انه اطاح بالاتحاد فريق كبير من كاس مصر ومصر مقصه، والمقاولين العرب ايضا انتهت للمقاولين العرب ضربات الجزاء 6-5، والاهلي والداخليه اكيد حضراتكم طبعا متذكرين هذه المباراه انتهت بفوز الاهلي 2-0. دي مباراة دور الربع النهائي اللي اتلعب منها ماتش واحد بس، المقاولين والاسماعيلي، والاسماعيلي كسب بـ2 مقابل لا شيء. مشوار الاهلي في بطوله كاس مصر، الاهلي كسب تليفونات بني سويف بـ5 أهداف في دور الـ32. الاهلي والداخليه، الاهلي كسب في دور الـ16 بـ2 مقابل لا شيء، ان شاء الله يكسب النهارده باذن الله. الاسيوطي في مشواره في كاس مصر، الاسيوطي كسب الرجاء في دور الـ32 بهدف مقابل لا شيء، وتغلب زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل على الاتحاد السكندري في مفاجاه من العريس الثقيل بـ3 أهداف مقابل هدف. هداف الفريقين اللاعب او النجم المغربي نجم الاهلي وليد ازارو 18 هدف، وعمر بسام الاسيوطي بـ6 أهداف. يعني دايما زي ما متعودين مع حضراتكم فريق الاعداد بيعمل تشكيل متوقع، محمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه 2 مساكين محمد نجيب وايمن اشرف ومحمد هاني على اليمين بعد خروج احمد فتحي وصابر رحيل على الشمال، عمرو السوليه وحسام عاشور ارتكازين او ديفندرين، وليد حسام عاشور خالد القائمه يا جماعه. طيب ماشي، وليد سليمان وباكا وجونيور اجاييه ومروان محسن في انتظار التشكيله الرسميه. اوكي، التشكيل المتوقع للاسيوطي، احمد دعدو، حمد طلبه، واسلام صيام، وسليم عبد الخالق، وايزاك، ومهند لاشين، ومحمد رزق، ونيوجيف، ومحمود صلاح، واحمد عفيفي، وشلينجو الفرود. دي كانت الاحصائيات اللي قدمها لنا او محضرها لنا فريق الاعداد، وهنتكلم بقى مع ضيف الكرام الكابتن شريف عبد المنعم، يعني شايف اللقاء ازاي؟ مش هقول لك بناء على الاحصائيات عشان الاحصائيات هتودينا في حته ثانيه خالص، من وجهه نظرك. لا بسم الله الرحمن الرحيم، مباريات كاس مصر ملهاش احصائيات، زي ما انت شايف ان وادي دجله بيكسب فرق كبيره يخلي المصري بره، المصري اللي هو يعتبر الوصيف بتاع الدوري العام من اقوى الفرق اللي كانت موجوده هذا الموسم يعني. اسيوطي بيكسر الاتحاد 3-1. دي علامات تبين لك ان مفيش هنا اسماء في البطوله بيعتمد عليها اي فريق بيبغى في حكايه الكاس، بينزل يلعب ماتش الكاس كده وقلنا حاسس معلوش قيود يعني. كسب وصل لضربات جزاء، هي بيسموها مباريات الحظوظ. انما في فرق امكانيات دايما بين الفرق الكبيره والفرق اللي هي في الوضع المتوسط، ودايما كل الترشيحات بتبقى الفريق زي النادي الاهلي، زي النادي الزمالك، زي الاسماعيلي، زي المصري، ولكن دائما هذه المسابقه صاحبه المفاجات. اكيد صاحبه المفاجات، وخاصه ان انت داخل بتاخر مع نادي الزمالك بـ2 هدف، اذا في احساس عند اللعيبه النهارده ان غير حكايه الكاس بس،
ان في تاخر قدام الجماهير كلها وقدام نفسهم ان هم تاخروا بهدفين في المباراه شيء من الاسماء الزمالك المقصة اي حد، انما هو الماتش اللي فات كان متاخر بهدفين اتغلب 2-1 فعنده ريفنج مع نفسه اصلا وعنده تركيز شامل وكامل على ان دي مسابقات الكاس في اي وقت يقدر يطلع بره بهدف يطلع بضربات الجزاء عشان كده هتلاقي حتى المدربين في التمرينات والتدريبات بيمرنوا اللعيبه على ضربات الجزاء ضربات ترجيحيه يبقى عنده احساس ان هو مؤمن بهذه الفكره ان مباريات الكؤوس دي دايما بتبقى عاده فيها مفاجات وفيها اشكال غير متوقعه بالنسبه للجهاز الفني فعلى اللاعبين النهارده والنادي الاهلي خاصه ان يكون في سبق في احراز هدف يخليه داخل المباراه يا بيجود وبيغطي بقى وبيضمن الصعود للدور اللي بعده يا اما بيبقى حتى لو جرى اي مشكله او اي حاجه في المباراه والحظ عندك والاسيوطي جاب هدف وانت تعادلت تبقى برده ما زال موجود في تبحث لنفسك عن فرصه اخرى انك انت تعدي الدور ده عن طريق الضربات الترجيحيه او انك تعدي بهدف ثاني تبقى 2-1 3-1 مثلا 1-1 ضربات ترجيحيه كل ده وارد عند الجهاز الفني وعندنا وعند كل الناس فبنتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي طبعا ان التركيز اللي شفناه في التدريبات للعيبه انه يتوج النهارده في ان هم يمروا ويعوضوا الهزيمه اللي فاتت دي ويمروا من هذا الدور الى الدور اللي بعده ان شاء الله. تمام، يعني كابتن ربيع ياسين تفتكر ان مباراه الزمالك ليها اثر على الاهلي؟ لا، ممكن يكون ليها اثر فني في سلبيات موجوده اكيد عليك احسن بدر. طب احنا كان في سلبيات مفيش كلام زي ما كل مباراه ليها ايجابيات وكل مباراه ليها ايجابيات وليها سلبيات دي حقيقه بس عدم التوفيق ما كانش موجود بشكل كبير جدا لكن كان في سلبيه 45 دقيقه قلنا لا الاهلي ما يتاثرش الاهلي البطل دايما الحمد لله الاهلي عنده دوافع كثيره جدا في عوامل كثيره جدا بيقف فيها صح بفضل الله تعالى مباراه ما تاثرش ده مش بطوله يعني انما هي مباراه ما بين فريقين كبار بيبقى عندهم قدرات خاصه والناس بتنتظرها ويعني لما بنعوز يعني نبالغ في المباراه مع ان دي مباراه ثلاث نقاط ما هتقدمنا ولا تاخرنا ان احنا حققنا المطلوب حققنا البطوله قبلها بست اسابيع بنحطم ارقام الموسم ده من احلى مواسم النادي الاهلي منذ تاريخه دي معروفه بالك انما دوافعه كثيره جدا وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم دايما ربنا سبحانه بيجيب الخير ممكن هزيمه للخير لان يعني كان ممكن نكسب ونعيش والثقه الزياده ونغفر عن السلبيات ممكن تاثر في بطوله كبيره زي الكاس وفضلها يميته واخد بالك لكن احنا ان شاء الله النادي الاهلي يستفيد حسام البدري اكيد استفاد النهارده بالتوظيف والتشكيل والبدايه مهمه جدا اللعيبه اكيد تركيزها هيبقى اعلى وافضل واحسن دوافعنا بطوله فدوافع النادي الاهلي على طول في كل بطوله موجوده وبقوه وبالتزام وباصرار غير عادي ان شاء الله تعالى نهضه الدوافع النفسيه مهمه جدا جدا واكيد الكابتن حسام عالج الامور وان شاء الله هنلاقي النهارده اداء عالي وقوي جدا ونتيجه كويسه ان شاء الله يتعالى. تمام عادي برضه اخد رايك بصفه عامه قبل ما ندخل في التفاصيل على مباريات الكاس دائما مباريات الكاس مباراه الاعصاب مباراه الفكر حتى مباراه التساوي ما بين الانديه كلها على فكره يعني بمعنى ان بتشوف الدوريات العالميه تلاقي فرقه صغيره طلعت فرقه كبيره من الكاس لانها مباراه اليوم الواحد اللي هو انت تقدر النهارده تكون كويس وممكن الفرقه الثانيه ما تكونش كويسه فممكن يحصل اي مفاجاه النادي الاهلي النهارده لازم يستوعب الموضوع ده الحاجه الثانيه المهمه استراتيجيه النادي الاهلي دايما في ماتشات الكاس ان هو بيلعب بهدوء مش زي مباريات الدوري بينزل ضاغط من الاول وكده بيستكشف الاول الكابتن حسام البدري الفرقه ويجب ان هو يستكشف الموضوع لانه مباريات الكاس محتاجه منك انك انت ما تستعجلش لان المباراه لازم تنتهي بفوز فرقه من الفرقتين فيجب انك انت طول الوقت انك انت بتكون متحفز مش على النادي الاهلي يتحفظ قدام الاسيوطي ولكن المفترض انك انت احنا النادي الاهلي بنحترم كل الفرق اللي بتلعبها فرقه الاسيوطي يمكن لعبت المباراتين اللي هي وصلت فيهم كانت بتلعب بني سويف وبتلعب الداخليه الاثنين لعبتهم على ملعبها فملعبها ضيق من الملاعب اللي هي الصعبه لكن هو دلوقتي بيلعب في مكان اوسع في ملعب اكتر يعني الحته الدفاعيه بتاعته مش هتبقى متقنه قوي الحاجه الثانيه المهمه مباراه الزمالك بالنسبه للنادي الاهلي اللي فاتت فانا متخيل كمان ان هي ممكن تبقى ايجابيه لان صحوه كده شويه ان انت يجب انك انت يعني ما تركنش خلاص خدنا دوري وبنعمل ارقام وكل حاجه لكن يجب ان كل مباراه وليها كفاحها فالنادي الاهلي النهارده هيبقى عنده كفاح كبير قوي انه يوصل لان مباراه اليوم الواحد.
تمام هستكمل معاك ومع ضيوف الكرام نقاش في هذه المباراه، لكن نروح لتقرير. مش عايز اقول بقى نشوف تقرير عن مصالحه الاهلي الجماهير، وانا عارف ان الجماهير عارفه. قلت قبل كده ان القمه قمه اعلاميه، قمه جماهيريه، لكن ليست قمه فعليه، فالقمه الفعليه دائما للنادي الاهلي والجماهير عارفه كده تماما. نروح تقرير نسمع فيه عن او نشوف فيه انجازات نادي الاهلي ونقول ان هو بيصالح جماهير، ونرجع لحضراتكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني احصائيات كتير جدا كلها لمصلحه نادي الاهلي، لكن كره القدم لا تعترف بالاحصائيات الا فيما هو سابق، لكن في الحاضر او المستقبل ممكن الاحصائيات بقى تتغير بالايجاب بالسلب حسب ما المباراه هتقول. وزي ما قال التقرير ان كاس مصر، او ما قال كمان ضيوف الكرام، كاس مصر دايما في مفاجات، ان شاء الله ما يكونش في مفاجات النهارده للنادي الاهلي وجماهيره. كابتن شريف، يعني الاحصائيات دايما بتقول النادي الاهلي دايما هو في المقدمه، لكن قلت في الاول ان كاس مصر فيه مفاجات، متخوف من ايه تحديدا النهارده؟ لا مفيش اي حاجه تخوفني الحقيقه. فارق الامكانيات الفرديه والجماعيه كلها في صالح النادي الاهلي، على لعيبه بس زي ما الكابتن قالوا، التركيز ان هم داخلين مباراه حاطين في بعبتهم ان دي بطوله لوحدها، ومباراه اليوم الواحد ما فيهاش تعويض، فيبقى في تحركات كتير، يبقى في مجهود مبذول اكثر من اي مباراه، ما يبقاش في الشكل اللي احنا لعبنا بيه مباراتنا الزمالك. دخلنا كنا رد فعل، بنشوف اول ربع ساعه ظروف ايه، شكل الفرقه اللي قدامنا ايه، خاصه ان بيلعب قدامك مدرب كمان بيدرس الخصم بعنايه كويس جدا، بيعرف قوه المنافس بالنسبه له، وبيحط للعيبه بتاعته الخطط اللي تقدر تناسب الفريق. عمل كده معانا في الدوري هي، وفزنا عليه بهدف، وكان مباراه مش سهله بالظبط. اعتقد ان عبد الله السعيد هو اللي انا المباراه دي بكره تاريخيه، بليسنج رقص ثلاثه وحطها، وكره صعبه جدا. فالشكل اللي هو الكرات العرضيه بالتحرك والتسهيل المهمه بالنسبه للاعبين لبعض، هو ده النهارده اللي يخليني ما بقاش متخوف من اي حاجه، هو ده اللي يديني دايما الاحساس ان انا بلعب، ان انا رايح للجون على طول، ان انا عندي هجمات هتقدر تثمر عن فرص واحد واثنين وثلاثه. الاهلي لما بيستثمر الفرص بتاعته تلاقيه فجاه كسبان واحد واثنين وثلاثه في الاول شوط. ما انما الحاله الانتظار وحاله الاعتماد على الاخرين، لازم يبقى في مجهود كبير قوي النهارده، ده اللي ما يخوفنيش ولا يخليني دايما اخاف، لا في الدور ده ولا في اللي بعده ولا في افريقيا ان شاء الله. تمام، يعني انا بحب الثقه اللي فيك دي كابتن شريف، لكن برضو خلينا نقول ان الكاس فيه مفاجات. الاهلي عنده 128 بطوله يا جماعه، زي ما حضراتكم عارفين، منها 36 بطوله كاس مصر، اقرب منافسين نادي الزمالك ب 25 بطوله. لكن الكابتن شريف عبد المنعم كابتن ربيع بيقول ان عنده مدرب، او الاسيوط عنده مدرب علي ماهر تحديدا، بيعرف يقرا الخصم. علي ماهر يعني يكاد يكون هينهي تعاقده مع الاسيوطي، رايح فريق المفروض ان هو احسن، فممكن يكون ايه علي ماهر بيفكر في ايه؟ قلقك في حاجه؟ علي ماهر مدرب عنده طموح كبير جدا، برضه قول لي ايه اللي قلقك في الاول قبل ما ندخل في تفاصيل اللقاء. بص، هي حاله اللعيب طبعا مهمه جدا جدا، وحاله الفريق مهمه جدا، والفروق الفرديه مهمه جدا. ممكن يكون علي ماهر كان عنده فروق فرديه قدر يشتغل بيها في الدوري، وعمل حاله وعمل بيها مركز يعني في المنظومه، اللعيب مع الجهاز الفني مع الاداره، كل ده حاله الدوري بتختلف عن الكاس. دوافع الكاس غير دوافع الدوري. ممكن طبيعي جدا انا ممكن اخاف من عدم التوفيق، ان ممكن النهارده ما يبقاش في توفيق، اوصل كتير ما سجلش، ده وارد. انما يعني الفروق النادي الاهلي هو الافضل، هو الاحسن، هو الخبرات، هو الفنيه، هو الدوافع، هو ال 36 مباراه، 36 مره في كاس مصر، دوافع الاسيوطي النهارده، والفروق كبيره جدا في الشق الفني، في سير المباراه، في بدايه المباراه، في تدوير المباراه، في قراءه حساب البدري للفريق المنافس كويس. انا درست الفريق اللي انا قابلته قبل كده، وفي كل مواجهاتي كان مواجهه من سنتين تقريبا بتعادل على ملعبه هناك. انما المواجهات الفنيه كلها الحمد لله لصالح النادي الاهلي، النتائج لصالح النادي الاهلي. فالفروق النهارده كثيره جدا. انا سير المباراه مش اقصر ولا اقل، انا من قبل المباراه عندي دوافع، عندي التزام، عندي تركيز، عندي قدرات اثق فيها بنسبه 100%. بالك عندي مدير فني وخبرات كبيره جدا، خد بالك عندي الحاله العامه الفنيه بتاع النادي الاهلي تطمني، ده كله المباراه. يوم المباراه بقى هو ده اللي ممكن، خد بالك، ناخد ممكن نلاقي نديه ممكن. فكل ده متوقف على توفيق الله سبحانه. ثم الاسباب اللي انا بحبها هي الاسباب، الاجتهاد في الوصول للافضل في التشكيل،
الافضل في التدوير، الافضل في، خد بالك انا ممكن اغير في خلال اثناء سير المباراه، الافضل في المتاح طبعا باللي موجود عندي. فكل ده ان شاء الله يبقى موجود بفنياتنا. احنا عندنا دوافع فنيه كتيره جدا، عندنا حاله كويسه جدا. الشوط الثاني بتاع نادي الزمالك اللي فات رائع، احنا اربع فرص مؤكدين بنسبه 100% ضاعوا لو في توفيق، ده اللي بتكلم عليه. حالتنا الشوط الثاني رائعه، وصلنا اجناب بتشتغل، انتشار هجوم كتير جدا، تكرارات تغيرات تمركز، حاجات كتيره جدا شفناها الشوط. ان شاء الله نبتدي الماتش الكاس ببدايه الشوط الثاني بتاع الزمالك ان شاء الله، ولما نسجل هدف وصلنا للهدف الاول باذن الله تعالى، اعتقد ان هيفرق كتير جدا في بقى في مساحات اللعب، في الاهداف، في التالق، في الاداء، في الثقه، كل حاجه تبقى احسن بعد ما نسجل هدف ان شاء الله تعالى. اكيد ان شاء الله. يعني برضو كابتن عادل خلينا في نفس السياق، الاهلي متفوق على الاسيوطي في كل حاجه، بطولات 36 بطوله، قلنا في كاس مصر الاهلي في تاريخ مواجهته مع الاسيوطي، الاسيوطي ما حطش حتى جون في الاهلي، ولكن دي مهمه قوي ان مباراه الكاس مباراه بتاعه السيناريو الواحد للمدربين. يمكن انت لو الاسيوطي بيلعب الاهلي في الدوري فالاسيوطي بيتحفظ، ممكن لو عاوز بونت او ممكن يفضل طول الوقت بيدافع، والنادي الاهلي بيهاجم عشان بيلعب على الثلاثه بونت. لكن دي المباراه اللي هي ما فيهاش الا سيناريو واحد، كل المدربين عايزين يكسبوا. كل واحد هيغير الاستراتيجيه بتاعته. كابتن حسام الاستراتيجيه هيبه النادي الاهلي، قوه لاعبيه، علي ماهر هيشتغل على انه يعدي الوقت على النادي الاهلي وممكن بلغه الكوره يسرق النادي الاهلي، فده السيناريو المتاح لعلي والسيناريو المتاح للكابتن حسام. هيدافع يعني قصدك مثلا؟ اكيد هيدافع، واكيد ان هو عايز يخلي الوقت لصالحه طول الوقت. الحاجه اللي فيها تشابه ما بين الفرقتين في الوقت الحالي ان الاثنين بيلعبوا على الاقصاء اللي خرج الثاني. فاللي هيحصل كالاتي، يمكن النادي الاهلي هدوءه النهارده يكسبوا المباراه. ليه؟ لان انا ما بيهمنيش ان الاجوان كتير في الكاس، لان المفاجات بتبقى اكتر. علشان كده الهدوء ونتيجه الكاس دايما بيتقال انك صعدت للدور الاخر، مش انت كسبت اربعه، كسبت خمسه، كسبت سته، لا الموضوع مش كده. علشان كده اعتقد ان الكابتن حسام البدري النهارده هيحترم الاسيوطي قوي، وهيحترم كمان انه بيلعب في الدور ربع النهائي في كاس مصر. لا، عاوز يروح للبطوله المحببه للنادي الاهلي، واي بطوله محببه للنادي الاهلي. علشان كده هدوء النهارده في الملعب وعدم استعجاله المكسب هيخلي النادي الاهلي يبقى في وضعه الطبيعي. النادي الاهلي لو استعجل المكسب ممكن يخلي النادي الاهلي مش في وضع الطبيعي، بمعنى زي مباريات الدوري انك انت فرقه تقعد تدافع طول الوقت وفي الاخر تقول لك العب بنالتي مع النادي الاهلي. هنتكلم عن استراتيجيه المباراه. فافتكر ان النهارده النادي الاهلي ان شاء الله يعدي، وهيعدي بمباراه الزمالك اللي فات. برضو مصممين على مباراه الزمالك. انا ما اتفرجتش عليها اصلا. ماتش الزمالك اللي فات؟ ماتش الزمالك اللي فات انت غلبت نفسك يعني بكورتين، عدم تمركز جيد، وكوره احنا من كورنر لعبناها الراجل استغلها جابها جول. انا كنت متوقع على فكره الماتش ده والله. احنا قلنا كلنا احنا الثلاثه قبل الماتش ان ده ماتش عادي جدا ممكن يكون الزمالك فيه يكسب فيه زي اي مباراه عادي. وانت هقول لك على حاجه، خلينا نتكلم واخلص من اخر كلام عادل. احنا لازم نجيب جون في الاول النهارده. يخلص لك ماتش الزمالك ويخلص لك اي حاجه يا رب، يخليك باذن الله بتبتدي بدايه جديده جدا ملهاش علاقه باي حاجه حصلت في الدوري. الدوري انت خدته خلاص، وخدته بنتيجه هايله، وخدته قبل كل الفرق ما موجوده، وعامل ارقام قياسيه وعامل كل حاجه. احنا دلوقتي في حكايه الغيابات اللي احنا فيها، الاصابات اللي احنا فيها، الشكل اللي انت دايما معتمد عليه اللي هو 4 2 3 1 بينقص من عندك. طب ما تيجي نشوف امير هشام معاه ايه كده، يلا بينا نشوف امير برضه عنده اكيد لسان السلام كويس. نشوف الجو الحر ده امير هشام عامل فيه. امير هشام اهلا بيك. طيب لما لسه مش جاهز. اوكي اوكي ماشي، الرياح هتاخده كتير. جو صعب ان شاء الله، يبقى الجو كمان في الملعب يعني درجه الحراره وانا جاي كانت 45 درجه. الله يعني غير الريح يعني اللعيبه وتراب وبتاع. الدنيا صعبه شويه. خلينا لغايه لما يرجع امير معاك نقول ان بعض الغيابات اثرت على اسلوب والطريقه اللي بيلعب بيها كابتن حسام بدري اللي هي 4 2 3 1 اللي الفرقه متعوده عليها طول السنه، وما فيهاش اي حاجه غير ان التحركات واللياقه البدنيه بتاعت الفرقه بتساعدها انها تطبق الطريقه دي على احسن وجه مع اي فرقه الحقيقه.
ما اذا كانت مصريه اجنبيه افريقيه الحقيقه هو ده الاسلوب اللي هنشوف. بس انت بيحصل لك دايما زي ما حصل لك في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت بيجي لك في وقت من الاوقات يقع منك عبد الله سعيد، يقع منك علي معلول، يقع منك بيرجعوا تاني بعد اصابه، مطلوب منهم ان هم يكونوا على اعلى مستوى جوه البطوله برضو عشان تقدر تواكب وتقدر توصل للفاينل وتقدر تاخدها. ف يعني خدها قاعده كده، مفيش حاجه تهد اي فرقه غير الايقافات والاصابات والغيابات اللي بتبقى موجوده عن القوام الاساسي بتاعك. دي الفرق الكبيره دي طبعا. حتى احنا اذا كان حسام بدري نجح ان هو يعمل لك البديل ان هو اساسي برضه، عمرك ما حسينا طول السنه ان في بديل وفي اساسي. بالظبط. انما في ازارو، في نقطه هجوم قويه جدا، في ضغط كبير قوي على مروان محسن انه يملى هذا الفراغ، خدت بالك، ويملى هذا المكان، وهو قاعد من اصابه برضه وعايز يلملم اوراقه، فلابد ان يكون ليه السبورت اللي موجود تحتي والتعويضيه ان اللي هو موجود جنبه في ال 18 ان هو يقدر يبقى عنده حريه شويه، مش متكتف من 3 4 لعيبه، فلازم نغير شويه من فكر 4 2 3 1. لازم على الاقل في ماتش زي الاسيوطي ده اجرب لو اقدر العب باثنين مهاجمين قدام الترجي، فبتبقى عندي فرص برضو. احنا بنشوفها كده معالم، الراجل اللي اسمه صلاح محسن ده نزل الماتش اللي فات راح على الجول مرتين، وكان كانش ليه توفيق بس متواجد، تعامله التعامل بتاعه تعامل فيه خوف شويه مع الكوره من الوقت ومن الخساره اللي هو نازل فيها، وكل حاجه حاله تعويضيه التركيز فيها حتى مشتت ازاي، سرعه في التنفيذ زي ما قال ربيع بقعد معاه قال لك لو خدها بوش رجله الخارجي حطها في الارض وحطها في اكيد هتبقى جول. فساعات الفكر هنا بيتعطل شويه لاكتمال الاداء الجمالي بتاعي اللي هو ايكوال للمبلغ اللي هو جاي بيه، اللي هو كان هداف دوري برضه جاب 7-8 اهداف في الدوري ايام ما كان واحنا عندنا جاب جول، بس كان جول يعني اي حد يجيبه يعني. فهي دي الحالات اللي بتهد اي فرقه يا كابتن. فبنتمنى ان النادي الاهلي النهارده حتى اللاعبين اللي بيعوضوا الغيابات دي يكونوا على اعلى مستوى ويتواجدوا دايما في الملعب لبعض. تمام. طيب نروح لامير هشام مره ثانيه. امير هشام اهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن، وطبعا تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر امام فريق الاسيوطي، وهو احد الفرق المميزه في بطوله الدوري بالتحديد هذا الموسم، واللي ضمن البقاء في بطوله الدوري مبكرا تحت طبعا قياده الكابتن علي ماهر، وبيحتل المركز التاسع في بطوله الدوري. فبالتالي فرقه جيده، فرقه ابتدت الموسم ونهيته بشكل جيد جدا بالتحديد في بطوله الدوري، لكن ايضا في بطوله الكاس هم بيسعوا لتحقيق مفاجاه امام النادي الاهلي، وده ان شاء الله ما يحصلش خلال مباراه اليوم. لكن بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي واخد هذه المباراه منتهى الجدية، خصوصا هي مباراة كاس، وطبيعي النادي الاهلي بينافس على اي بطولة هو بيشارك فيها، فبالتالي الجهاز الفني واللاعبين مركزين في هذه المباراة بشكل كبير جدا، وتحديدا بعد الهزيمة من نادي الزمالك في المباراة السابقة بنتيجة 2-1 في الجولة الاخيرة من بطولة الدوري. بالتالي من هنا جايه صعوبه المباراه، من هنا طبعا طالب الكابتن حسام البدري اللاعبين ضروره التركيز في هذه المباراه، ضروره محاوله انهاء المباراه مبكرا قبل الدخول في الاوقات الاضافيه وايضا ضربات الجزاء الترجيحيه في حاله التعادل. فبالتالي في تركيز كبير جدا الكابتن ميدو من اللاعبين. خليني اقول لك طبعا ان بعض الغيابات ممكن تكون مؤثره النهارده بالنسبه لفريق النادي الاهلي، سواء سعد سمير، وليد ازارو، علي معلول اللي يمكن اتصاب تاني في مران اول امس، لكن عايز اطمن بالتحديد جمهور النادي الاهلي على حاله الاصابات، وبالتحديد سعد سمير وعلي معلول، وخلاص بنسبه كبيره جدا هيكونوا جاهزين لمباراه الترجي ان شاء الله يوم الجمعه القادم، وهي مباراه تكاد تكون اكثر اهميه بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره، وخصوصا هي مع بدايه دوري المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي الهدف الاساسي والاسمى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني، وبالتالي بالنسبه للاعبين. الاستعدادات كانت قويه من قبل الجهاز الفني يا كابتن ميدو، من قبل اللاعبين لهذه المباراه، وده واضح خلال التدريبات السابقة، واضح طبعا خلال المحاضرات بالنسبة للكابتن حسام البدري، وكان في تركيز كبير على إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة بعد الهزيمة المفاجئة أمام نادي الزمالك بنتيجة 2-1 في بطولة الدوري، وده يمكن شيء مش معتاد عليه لا جمهور النادي الأهلي ولا حتى لعيبة النادي الأهلي، وبالتحديد في بطولة الدوري النادي الأهلي كان بقاله 11 سنة ما بيخسرش من فريق النادي الزمالك. فبالتالي كان في جلسات أكيد مهمة جدا من قبل الجهاز الفني بالكامل، وبالتحديد من قبل الكابتن حسام البدري
البدري المدير الفني وقائد الفريق طبعا لتجهيز اللاعبين نفسيا لهذه المباراه، وضروره طوي صفحه الهزيمه الاخيره بالنسبه للنادي الاهلي، وضروره التركيز فيما هو قادم وخصوصا النادي الاهلي مقبل بدايه من مباراه النهارده امام الاسيوطي في بطوله كاس مصر على مباراه اكيد مهمه جدا ان شاء الله من خلالها النادي الاهلي يتاهل للدور نصف النهائي، وايضا المباراه المقبله امام فريق الترجي التونسي وهي مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن خليني سريعا اكلمك على الاجواء النهارده بالنسبه للفريق يا كابتن ميدو قبل دقائق قليله من خروج التشكيله الرسمي للنادي الاهلي وايضا لفريق الاسيوطي. النهارده طبعا الفريق كان متواجد في معسكر في احد الفنادق القريبه من استاد السلام واللي بيستضيف هذه المباراه النهارده. طبعا في البدايه كان صباحا في ميعاد الفطار بالنسبه لفريق النادي الاهلي واللاعبين والجهاز الفني بالتحديد في تمام الساعه 9 صباحا، في تمام الساعة الثانية والنصف مساء كان ميعاد الغداء، وأيضا المحاضرة من قبل الكابتن حسام بدري والجهاز الفني للاعبين كانت في تمام الساعة 5 إلا ربع مساء، واستمرت بالتحديد لمدة ربع ساعة، ثم طبعا توجه فريق النادي الأهلي وتحرك الأتوبيس الخاص بفريق النادي الأهلي في تمام الساعة 5 طبعا مساء منذ حوالي تحديد ساعة حتى وصل الفريق خلال نص ساعة هنا لاستاد السلام. خلال لحظات هيخرج تشكيل الفريق، لكن أيضا خليني أكلمك سريعا عن الأجواء هنا في استاد السلام، وخصوصا الجو حر جدا يا كابتن ميدو، يمكن درجات الحرارة تكاد تصل ل 36 أو 37 درجة مئوية، فبالتالي درجات الحرارة مرتفعة شوية النهاردة. أيضا الرياح الشديدة هنا في استاد السلام، وهي الرياح بشكل عام جدا النهاردة في القاهرة، الرياح يمكن شديدة شوية ممكن تأثر على المباراة من الناحية الفنية بشكل أو بآخر، لكن نتمنى إن شاء الله إن ما يكونش التأثير كبير. إن شاء الله نتمنى بالتحديد لفريق النادي الأهلي إن هو يقدر يؤدي مباراة قوية ويقدر يحسم هذه المباراة مبكرا عشان يقدر إن شاء الله إن هو يتأهل للدور نصف النهائي من كأس مصر وهو حامل هذا اللقب المهم جدا. وطبعا من إحدى أهداف فريق النادي الأهلي النهاردة والجهاز الفني وهذا الموسم بالتحديد هو جمع الثنائية المحلية بعد الفوز ببطولة الدوري قبل نهايتها بست أسابيع. أيضا النادي الأهلي بيسعى الموسم الثاني على التوالي ان هو يحقق بطوله كاس مصر وتحقيق الثنائيه، ده بخلاف طبعا بطوله السوبر اللي قدر النادي الاهلي من بضعه اشهر ان هو يفوز بيها، لان شاء الله التفرغ بشكل كبير لبطوله دوري ابطال افريقيا وهي البطوله الهامه جدا بكل التاكيد. خليني اقول لك ارضيه الملعب جيده جدا يا كابتن ميدو النهارده، خصوصا استاد السلام خلال الفترات السابقه ما كانش في مباريات بالشكل الكبير اللي كان عليه فيما سبق، طبعا كان مباريات كثيره جدا بتتلعب في استاد السلام، فبالتالي ارضيه الملعب النهارده واضح ان هي ارضيه جيده. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن طارق سليمان وكابتن ابو العلا نزلوا من حوالي خمس دقائق كده وصلوا ارضيه الملعب وشافوا حالتها، واضح ان هي حالتها جيده ان شاء الله وممكن تكون مساعد او لائقه بالتحديد لاستضافه هذه المباراه المهمه بالنسبه للنادي الاهلي خلال مباراه اليوم. اكيد في النهايه نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه كابتن ميدو، وان شاء الله يقدروا يحققوا فوز مهم جدا يتاهل من خلاله لدور نصف النهائي من بطوله كاس مصر. لو عندك اي استفسار يا كابتن ميدو اتفضل، قبل دقائق بالظبط ان شاء الله اجيب تشكيل الفرقتين وارجع لحضرتك اقول. طيب ماشي يا امير، انا بس عايزك تطمنا وتطمن الجميع على احمد فتحي وعلى حسام عاشور. تمام، احمد فتحي بالتحديد يمكن كان متواجد في معسكر الفريق النهارده، فبالتالي الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري قرر راحه احمد فتحي من هذه المباراه، خصوصا هو بيعاني من بعض الاجهاد، فبالتالي عشان ايضا يكون لائق خلال المباراه المقبله بالتحديد امام فريق الترجي، وهتكون مباراه غايه في الصعوبه اكيد، خصوصا ان فريق الترجي احد الفرق الكبيره والمرشحه بقوه في بطوله دوري ابطال افريقيا بجانب النادي الاهلي بشكل طبيعي، فبالتالي الكابتن حسام البدري بيحاول يريح اكبر قدر من اللاعبين لمهاديها الموجهه. طبعا في يعني مع حاله التوازن بيحاول يعملها الجهاز الفني من خلال هذه المباراه ايضا، لان هي هدف مهم وفوز مهم من خلال هذه المباراه النادي الاهلي تاهل لدور نصف النهائي، فبالتالي هي حاله من التوازن بيحاول يعملها الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري. نفس الحال بالنسبه لحسام عاشور، لسه ما اتضحش هل هيكون متواجد في المباراه بشكل اساسي النهارده ولا لا، لكن ده هيبان من خلال التشكيل اللي هيخرج خلال دقائق يا كابتن ميدو. تمام يا امير، مستنيين التشكيله الرسميه ان شاء الله تجي لك وتوفينا بيها بسرعه جدا. شكرا جدا ليك امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي من استاد في السلام. كابتن ربيع، يعني عايز اكد على جزئيه علي ماهر يلعب بطريقه دفاعيه، يلعب متحفظ. علي ماهر اخر ماتش ليه ممكن يبقى اخر ماتش ليه، اذا خسر النادي الاهلي ممكن يبقى اخر ماتش ليه، ممكن عايز يعمل مفاجاه، عايز يقول انا موجود، عايز يلعب بطريقه هجوميه، مش خايف من حاجه، ما فيش عليه ضغوطات. فمتخيل علي ماهر يفكر ازاي في المباراه؟ هو الطبيعي ان عنده لعيبه كويسه، يعني انا يعني عنده اربع لعيبه كنت انا بمرنهم بوينت 93، منهم اثنين كانوا معايا في كاس افريقيا الجزائر، يعني اللي هو عمر بسام الهداف
وشريف دابو اللي هو لعيب وسط الملعب راس حربه النهارده مش موجود، عمر بسام تقريبا موقوف او حاجه مش موجود في القائمه يعني. فهو عنده افراد، هو ممكن اعتقد ان هي الطريقه بتاعته قدام النادي الاهلي بتختلف، لان هو طريقته هجوميه على ملعبه، خارج ملعبه هتختلف لان بيلعب مع فريق كبير بحجم النادي الاهلي وفنيات النادي الاهلي وقدرات النادي الاهلي. النادي الاهلي في ميزات كثيره جدا كويسه عنده، انه بيلعب الكره الجماعيه، لما افتقد الكره الجماعيه يعني كلفتنا 45 دقيقه ما سجلناش، ان في ميزات في النادي الاهلي وايجابات كثيره جدا. هو طبعا هو بيحضر الحاجات دي كلها، فهو طبيعي جدا انه هيلعب مدافع بشكل اكبر، الا يعني هيفتح بعد ما يدخل فيه هدف، هيفتح الجيم وهيهاجم، لان هو يعني هو معلش مش مطالب باي شيء، مفيش ضغوط عليه بالظبط، دوافعهم معلش ان احنا نقدم ونحاول. المحاوله دي مش هتخليهم ياخد ريسك من الاول ان انا ادافع بنسبه 100% الا لو دخل فيها هدف. طبيعي جدا انه الخمسه بتوع نص الملعب يلعب 4-5-1 بفكره هو، الخمسه بيشكلهم ازاي؟ 4-3-3، 4-3-2-1، 4-2-3-1، 4-4-1-1 بفكره تمام. هو لكن احنا دلوقتي الكره الحديثه بتعتمد على 5-5 في نص الملعب، فنص الملعب هو النهارده الايجابيه اللي يقدر يعملها علي ماهر او حسام البدري. اللي يتفوق في نص الملعب النادي الاهلي، لما بيلاقي مساحه بيصول ويجول. النادي الاهلي لما الباكين عنده بيطلعوا ما حدش بيقف لهم كروسات بالعرض، النادي الاهلي من العمق بيروح، النادي الاهلي بينتقل من الدفاع للهجوم باسرع اداء واسرع رتم، عنده باقل عدد من اللمسات بوصل وسجل. النادي الاهلي عنده انسجام وتفاهم في انتشار هجومي في الثلث الامامي بيسجل فيه، خد بالك كل دي على الماهر لازم يعملها في حساب. فانا من وجهه نظري لا يدافع وعلى فترات، الا لو دخل فيه هدف بدري، وهو فريق عنيد، فريق مكافح، فريق نشط جدا، عنده افراد هيعتمد على الفروق الفرديه النهارده في انطلاقه، خد بالك. انما الجزء الكبير اللي لازم النهارده يوقفه هو الثلث الامامي اللي بيروح من النادي الاهلي عشان يسجل في اي وقت. تمام. انا برضو خليني في الجزئيه دي مهمه برضو، وانا عايز اعرفها اكيد الساده المشاهدين عايزين يعرفوها. لو الكابتن عادل عبد الرحمن بقى هو اللي ماسك الاسيوطي واخر مباراه ليه ورايح نادي كبير، هتفكر في المباراه ازاي قدام نادي كبير قوي زي النادي الاهلي في ربع نهائي كاس مصر؟ هخليني واقعي وخليني العب برضو بنفس الاستراتيجيه اللي المفترض ان مباريات الكاس للانديه زي الاسيوطي العب بيها. حاجه ثانيه مهمه، النهارده الاسيوطي عنده فرصه يمكن سنحت ليه في الاجواء. بمعنى ايه؟ بمعنى انت وصلنا في العصر اللي احنا فيه والفكر اللي احنا فيه ان احنا بنحلل كمان اوقات المباراه بتاعتي من ناحيه الاجواء. يعني الاجواء النهارده فيها عاصفه ترابيه شويه، فيها الرياح بتبقى قويه، فبيغير استراتيجيه اللعب ما بين نادي النادي. النادي اللي بيبقى دائما عايز ياجل القرار زي نادي الاسيوطي مع النادي الاهلي النهارده، عاوز ياجل القرار للاخر اللي هو السيناريو اللي هو يقعد متعادل لحد ما ممكن يخطف النادي الاهلي. دي بتساعده في حته الدفاع وحته السرعات على قدام، لعب اللي هو المرتد. اما النادي الاهلي اللي بيلعب لعب منتظم ولعب في تكتيك عالي، فاللي بيحصل له انه برضه بيدرس الاجواء دي قبليها. كابتن ميدو دلوقتي وصل الموضوع انك انت ممكن تقول للاعيبتك وممكن تدرس الامر ده، ان احنا بنقعد ندرس مثلا الشوط الاولاني كل ربع ساعه الاجواء بتبقى عامله ازاي والرياح بتبقى عامله ازاي، حتى في اختيارك للاعبين في اليوم ده بيبقى لو انت بتلعب في رياح زي دي في نوعيه لعيبه تلعب فيها وفي نوعيه لعيبه ممكن تريح، ولو ممكن برضه في التغير بتاع الاجواء انت بتلعب بطريقه تلت ساعه وبعدين بتحسن بطريقه ثانيه وبتشتغل بطريقه ثانيه. فالنهارده الاجواء ممكن تبقى عامل مساعد للاسيوطي اكتر من النادي الاهلي. فالنادي الاهلي النهارده بالناحيه التكتيكيه بتاعت علي ماهر اللي هيلعب بيها النهارده، وانت سالتني سؤال قلت لي لو انا موجود مكانه، لو انا موجود مكانه هعمل حاجتين، هاجل القرار لاخر لحظه مع النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي في الحته اللي بتلعب على رد الفعل يعني. انا لو هاجمت النادي الاهلي، النادي الاهلي خطورته زي ما الكابتن ربيع قالها، خطورته في الجزء الامامي وسرعات الجزء الامامي. فانا لو فتحت الملعب مع النادي الاهلي يمكن كلنا كنا بنقول الامر ده على طول، اللي بيفتح الملعب مع النادي الاهلي بيتعاقب بسرعه. لكن طول الوقت انك انت تدافع، طول الوقت انك انت مع النادي الاهلي تخلي اللعب في الناحيه الثانيه، ودي مهمه جدا. يعني
لما سالتني على اللي انا بقوله، انا ادافع لكن اخلي اللعب في الجزء بتاع النادي الاهلي الامامي، بحيث ان انا اريح مدافعيني، ما تبقاش الكره كر وفر، النادي الاهلي دايما هو اللي بيهاجم بيهاجم بيهاجم، فكتر الدق بيفك اللحام زي ما بيقولوا، انت فاهمني؟ فيبقى انت دلوقتي لازم تمتلك الكره في الجزء الامامي زي ده، انت في الجزء الامامي لو امتلكت الكره شويه بتريح لعيبتك، بتخليهم يقفوا في الواجب الدفاعي بتاعهم صح، بتخليهم الخطه الدفاعيه اللي انت بتعملها وبتعمل سبورت اللاعب ولاعب ولاعب ولاعب، دي اللي التقسيمه بتبقى كويسه. لكن لو انت جريت النادي الاهلي والنادي الاهلي جراك، النادي الاهلي هيبقى الافضل، لان هو اللي عنده الموهبه الاعلى، عنده اكتر من لاعب ممكن يسجل، عنده الفروقات الفرديه ما بين خمس لاعبين اللي هم نص الملعب اللي كابتن ربيع اتكلم عليهم، الافضل للنادي الاهلي، الثقه للنادي الاهلي، الرد الفعل بتاع الاسيوطي هو اللي هيشتغل عليه طول الوقت. تمام. قبل ما اروح للكابتن شريف عبد المنعم نطلع لفيو يا جماعه، جاهزين؟ يلا نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع لحضراتكم على طول. حضراتكم من جديد، ده كان تقرير عن المباراه. كابتن شريف، زي ما قلت لحضرتك كل الاحصاءات بتشير ان النادي الاهلي يكسب هذه المباراه، الاحصائيات التاريخ، لكن شفنا في الدوري المواجهتين الاهلي كسب الاسيوطي بمنتهى الصعوبه. طبعا كل شيء مجهز للنادي الاهلي الحقيقه النهارده في المباراه، ان هو يعوض كل حاجه في المباراه دي ويجهز نفسه للمباراه اللي بعدها، وفكر الجهاز الفني يكون اقرب ان شاء الله اللعيبه بتاعته اللي موجوده تثبت انها قادره، حتى لو الغيابات فضلت موجوده لغايه ماتش الترجي، ان هم الاقدر ان هم يقدروا يخوضوا مباراه الترجي باذن الله وبثبات والطمانينه وكل حاجه. هو بس في تشابه في كل شيء النهارده بالنسبه لفرقه الاسيوطي. الاسيوطي زي ما قال عادل وصلت بيهم الشكل انه لو عدى النهارده الدور بتاعه ده يقدر يوصل للسيمي فاينل سهل جدا مع فرقتين شكله شكله في الامكانيات وشكله في سموحه ووادي دجله، اعتقد ان هو احسن من يعني جنبهم متساوي معاهم في كل شيء الحقيقه، من فكر وامكانيات ولاعيبه وكل حاجه، فيقدر يوصل للفاينل. وهو ده تفكير اللي بيبحث عنه الفريق المنافس بتاعك، وده تفكير الحقيقه خطير جدا، يخليك انت تحتفظ اكتر بالتركيز داخل المباراه، ان ازاي تنهي المباراه دي بسلام، لان كل واحد هتقابله بعد كده، حتى لما تقابل الدور اللي بعده سموحه او وادي دجله ان شاء الله لما يكون ليك التفوق النهارده، هتلاقي بقى عنده فرصه كبيره قوي، ودي اللي انت بتقابله الخطوره هنا، ان هو يبقى في الفاينل بتاع التتويج بتاع كاس مصر، واللي هي الحكايه عمر مباراه زي ما انت مباراه واحده، فمباراه واحده بتخليك في السيمي فاينل، ومباراه واحده بتخليك في الفاينل، فهنا الحاجات اللي انت بتقابلها بقى من الشخصنه ومن الامكانيات بتاعت الفرق اللي انت بتلعبها، من الطموح اللي بيبقى عند اي فريق تاني بيلعب النادي الاهلي، وخاصه في الكوارتر فاينل والحاجات دي. فهو ده بس الحاجات الصعبه الصغيره اللي لو هم فكروا فيها اللعيبه ما خدوش بالهم ان النهارده ممكن بكره يبقى تحت الضوء، ان هم يوصلوا للكاس ونهائي الكاس ويفضلوا يلعبوا على الفاينل، ودي من احلام جميع الفرق ومشروعه لاي فريق بيلعبك. ده لازم احنا يبقى تحت الحسبان بالنسبه لعندنا. احنا زي ما قال ربيع الفارق الامكانيات والجماعيه محصوره النادي الاهلي، وده كلنا عارفين كده، انما التنفيذ جوه الملعب هو ده ان شاء الله اللي يكون حاله اللعيبه بتسمح لهم بالانتشار، وان هم يسهلوا على بعض مهمه ان هم يعدوا من الدور ده. تمام. افكر حضراتكم بعدد مرات الفوز بالكاس بالنسبه لكل الفرق. الاهلي فاز بالكاس 36 مره، والزمالك 25 مره، الترسانه 6 مرات، والاتحاد السكندري 6 مرات، المقاولين العرب 3 مرات، وانبي مرتين، وحرس الحدود مرتين، والاسماعيلي مرتين، والاولمبي مرتين، والمصر بورسعيدي مره، والقناه مره، والترام مره. حكم مباراه الاهلي والاسيوطي النهارده حكم الساحه محمد عادل، والمساعدين احمد توفيق طلب وعمر فتحي، والحكم الرابع احمد جمال، والحكم الاضافي كلا من او الحكام الاضافيين كلا من طارق مجدي واحمد العدوي. احنا كنا اتكلمنا عن الحكام قبل كده كابتن ربيع، وكان الكابتن عادل عنده اتجاه ان الحكم ياخد مباراه الاهلي والزمالك، فاكر؟ قلنا ايه، لسه عند رايك ولا ايه؟ والله انا معاك على فكره، بس يعني كنا احنا متخوفين من حاجه وحصلت. كان الكابتن ربيع كمان متخوف من موضوع الحكم في لقاء القمر، لكن احنا كل الدعم للحكم المصري بكل تاكيد. في لقاءات معينه لازم يبقى فيها حكام اجانب في اوقات معينه عشان نعفي الضغط، بس عشان نعفي الضغط. لسه لما كمان انت عندك منظومه كامله محتاجه تغيير كبير جدا، وقلنا لما تيجي المثاليه يبقى في وقت مناسب. المثاليه دي لما تيجي ان شاء الله ربنا يكرمنا يبقى
لكن احنا في دار الحكام المصريين مفيش كلام، الحكام المصريين كبار جدا وعلى مستوى عالي جدا من الكفاءه الفنيه، وربنا يوفقهم ان شاء الله. اكيد. طب روح للكابتن حسام بدري معاك بقى. كابتن حسام بدري هيدخل لقاء النهارده وعايز طبعا اكيد يجمع بين الكاس والدوري، وعنده افريقيا وعنده ترجي لسه خارج مباراه الاهلي والزمالك، تفتكر برضو دماغه فيها ايه يا كابتن؟ دماغه يعني الطريقه واحده، يعني حسام 4-2-3-1 بشكلها الهجومي وشكلها الدفاعي. بالك احنا يعني حسام على مدار الاعوام اللي مرن بيها النادي الاهلي ما غيرش، يعني هو ما بيغيرش كتير جدا حتى في الطريقه ثابته، حتى يعني مثلا طب عبد الله السعيد، ما طب ما ممكن انا افكر يعني هو لعب اثنين وصحاب حربه ماتش الزمالك لما لعب بصلاح محسن ومروان محسن برضو براحتك، انما المفروض ممكن انا يعني 4-2-3-1 هي اللي عنده، يعني مش متهيألي مش هيغير الطريقه، ممكن يبقى في تغيير في الاشخاص. وانا وجهه نظري النهارده هيبتدي بقوه، هيعيد حساباته مع بعض الاشخاص اللي بدا بيها في ماتش الزمالك. خد بالك البدايه مهمه جدا ليه طبعا. النهارده عنده مساحه كبيره الحمد لله من اللعيبه اللي موجوده اللي ممكن يختار منها كويس جدا، وعنده الدكه مهمه جدا برضو البديل ان شاء الله تعالى. لكن انا من وجهه نظري ان انت كان عندك ميزات كثيره جدا في باكين، ما نفتقدش الباكين وشغل الباكين، ما نفتقدش السرعات اللي موجوده في وسط الملعب الهجوم، وخاصه الثلاثي اللي موجودين دول راس حربه الصريح. اذا كان انا اعتقد ان ازارو فارق، عدم وجوده فارق الماتش اللي فات، دي حقيقه ازارو فارق ماتش الزمالك اللي فات. اذا كان النهارده هيبتدي بمروان هيبتدي بصلاح، انما مهم جدا في الدقه في الاختيار بالنسبه للثلاثه الوسط المهاجمين، مهم جدا. انت على الاطراف مهم جدا، عندك من العمق مهم جدا، التفكير بعمق النهارده وبشكل اعمق وبخبرات كبيره جدا لازم يكون عند موجود عند حسين بدر النهارده ماتش كاس بامر الله تعالى، عاوز زمان المباراه من اول دقيقه. انا عندي جوانب وعندي حاجات مهمه جدا هستغلها، لكن الفروق والشغل الفني اللي عند اللعيبه لازم باذن الله تعالى على المستوى الجماعي والفردي استغله النهارده صح في البدايه النهارده يكون بامر الله التشكيل بعون الله وتوفيقه يكون مثالي، يكون صح زي ما التوفيق الله سبحانه وتعالى، لكن دي مهمه جدا تفرق معايا البدايه، هتفرق معايا خد بالك. فاحنا عاوزين نسيطر، عاوزين نستحوذ، عاوزين نترجم ده كل اهداف، عاوزين اداء يبقى منضبط، ما عندناش ثغرات دفاعيه خالص، واخد بالك عندنا ترابط، عندنا كتله بتروح وكتله بتدافع وبتهاجم، كتله بتدافع بكل الفرق وكتله بتدافع بتهاجم بسبع لعيبه بيبقى عندهم تحرر وشغل في ترابط غير عادي. يمكن اميز فريق في مصر عنده ترابط جماعي بيني بيه الهجمه على الجول النادي الاهلي. انت بتشوف الرباعي مع راس حربه مع الاثنين، اللي اقصده ان ده مهم جدا. فكابتن حسام اكيد بتفكيره اللي موجود ان شاء الله النهارده يفكر بخبراته الكبيره عشان يقدر يبقى الجيم بتاعه من اول دقيقه ان شاء الله. اكيد. يعني نحاول نجيب التشكيله يا جماعه، لسه مش عارف التشكيله هيطلع امتى، باسرار ماشي. يعني كابتن عادل بنلعب النهارده ربع نهائي كاس مصر، وكمان يوم 4 عندنا اول مباراه افريقيه مع الترجي، فريق كبير جدا. ممكن تشوف ضغط النهارده على اللعيبه يتمثل في اداء عصبي شويه، ولا الموضوع ده بعيد عن لعيبه النادي الاهلي؟ مباراه الزمالك، مباراه اسيوطي، مباراه الترجي. ما هو احنا متفقين ان النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، عارف انه هيلعب على جميع المستويات، عارف انه هيلعب في جميع الجبهات، وعارف ان هو وان واي ما عندوش الا المكسب، وعارف ان هو دايما ان شاء الله بيلعب على البطوله. فكل الاحداث دي كلها اكيد النادي الاهلي عارف، عنده قائمه كبيره من اللاعبين ودي حاجه مهمه، عنده مدرب افضل مدرب المفترض في مصر يمكن في افريقيا دلوقتي كابتن حسام البدري، عنده كمان الاداره موفره له كل الامور اللي هي في الراحه في الاستشفاء في كل الحاجات دي، عنده جهاز فني معاون على اعلى مستوى، زي عنده راجل بتاع احمال زي الشعلاني عنده استشفاء كويس قوي، وعنده ابو العيله كابتن محمد ابو العيله عنده الجهاز المعاون ممكن يشتغل بيه. فوق كل ده النادي الاهلي بطل، علشان كده دايما حته الضغط بتاعه المباريات والتدوير ده مهم جدا للنادي الاهلي، رغم ان احنا بنحب الثبات في التشكيل. الثبات في التشكيل بيبقى اول تلتين من الموسم، التلت الاولاني والتلت الثاني، التلت الثالث دايما بيبقى في تدوير
تدوير بعيد عن القوام الاساسي بطريقه لعبك. يمكن اتكلمنا كابتن ربيع اتكلم على طريقه لعب الكابتن حسام البدري. طريقه اللعب بتاعت النادي الاهلي بتبقى واحده، بس الظروف والمباريات هي اللي بتغيرها، لانه هو المفترض ان النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1، ولكن اي فرقه في الدنيا بتلعب بطريقه بالشكل ده 4-2-3-1، لكن لما بتطور هجوم بتلعب بطريقه، ولما بتدور بترجع دفاع بتعملها بطريقه عكس الفرق الثانيه الاخرى اللي هي بتلعب دفاع بحت. عشان كده انا عايز اقول لك الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي بتبقى اكثر ارتياحيه من النادي الاهلي. النادي الاهلي كل لاعب عنده مهمه واثنين وثلاثه واربعه، اما الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي اللي هي بتبقى بتلعب بمهمه واحده اللي هو ادافع كويس، اعمل دفاع منطقه كويس عشان اعمل هجمه مرتده، ده اللي بيبقى مرتاح اكتر. هقول لك حاجه ثانيه مهمه، اللاعب اللي بيهاجم وبيدافع ممكن كم الجري بتاعه بيبقى ازيد من اللاعب اللي بيدافع بس وبيلعب على المرتده، ممكن يخش 90% ده يعني مثلا لو اتعمل 120 كيلو في الفرقه كلها بمعدل 10 كيلو كل لاعب، الفرقه اللي بتدافع بس ممكن تعمل لها حوالي 80-90 كيلو. علشان كده عايز اقول لك ان الراحه في القرار كمان ممكن يبقى الافضل اللي بيدافع بس. علشان كده بقول لك ان النادي الاهلي ممكن بيلعب المباراه دي وحاطط عينه على المباراه الثانيه، مش اللاعبين ولكن الجهاز الفني بشغله بتحضيره. التحضير العادي بتاع مباريات الدوري في الثلث الاخير ما بيبقاش عادي، بيبقى فيه شغل نظري اكتر من انه عملي. علشان كده الكابتن حسام البدري ممكن النهارده يكون بيلعب ماتش الاسيوطي وده كاس مصر المغلوب خارج، علشان كده هو مركز فيه قوي، وفي نفس الوقت عينه الناحيه الثانيه على الترجي، ازاي هقابل الترجي، بدليل انه النهارده احمد فتحي ارتاح علشان مباراه الترجي، دي حاجه مهمه جدا. الحاجه بقى المهمه اللي انا هشوفها في النادي الاهلي ازاي يكسب المباريات في الاخر بارتحيه، يعني علشان كده بقول لك انا ما يهمنيش النتائج في الثلث الاخير من الموسم، انا يهمني ازاي اكسب باقل جهد، ان انا اخلي اللاعبين يكسبوا بس باقل جهد. حاجة تانية ممكن لما أكسب وأوصل للمكسب ممكن أريح اللاعبين، ففي شغل كتير قوي، شغل جماعي وليس فردي. الشغل الجماعي في الوقت الثلث الأخير ده من أهم صفات الفريق البطل. عشان كده النادي الأهلي النهاردة بيلعب مباراته وبص على الترجي. تمام، يعني برضه كابتن شريف برضه هناخد من الكلام ده برضه كابتن عادل اتكلم كلام محترم. اتكلم إن أنت كنادي أهلي عايز تكسب باقل مجهود. قال لك لا، قال لك واتكلم ان انت كنادي اهلي حاطط عينك على ماتش الترجي. اتكلم انت كنادي اهلي بتتعلم من اخطاء ماتش الزمالك. اتكلم انت كنادي اهلي عندك لعيبه المفروض تريحها عشان الماتشات المهمه. ده انت عارف عادل نوه عن حاجه لطيفه جدا اكمل انا. ان اللي هيبقى له من الفرق ماتش النهارده هيلعب بيه ماتش الترجي. يعني بص بقى الظروف اللي انت فيها عامله ازاي. انت شعرفك ان الفرقه كلها هتطلع متعافيه النهارده، في اشفى في كل حاجه، فكويس قوي انه ريح لك، كويس انه ريح لك اتنين لعيبه نلاقيهم الناس اللي هي تبقى موجوده. هو سؤالي ليك بقى، سؤالي ليك، هل كان المفروض الكابتن حسام يريح اللعيبه الثقيله؟ ما لعيبه النادي الاهلي كلها تقيله، لكن يريح اللعيبه اللي هي عندها حلول، ازارو، احمد فتحي، حسام عاشور، يعني عندك لعيبه اجاييه، عندك لعيبه تقيله قوي، ولا كان الكابتن حسام هيلام زي مثلا مباراه الزمالك؟ مباراه الزمالك يمكن احط نفسك مكانه، واساسا المباراه انت مش عايز منها اي حاجه خالص خالص، وكان المفروض تريح لعيبه، لكن الكابتن حسام برده كان عامل في حسابه ان لا ممكن يقول لا ما ينفعش نريح لعيبه، فبرده ما الكابتن حسام بدري في حيره. انا هكلمها في الشقين، يعني احنا دايما بنحط نفسنا مكان الكابتن حسام. انت النهارده عندك بطوله زي بتاعه كاس مصر، هتلام لو ريحت الناس دي كلها وحصل لا قدر الله شيء، انت ليه بصيت لهنا وما بصيتش هناك؟ انت مش عارفك الدنيا فين؟ طب انت عندك دوري المجموعات هناك، حتى لو اخفقت وتعادلت ولا اتغلبت تقدر تعوض فيه وبكاء، انما هنا النهارده مفيش تعويض. النهارده نوك اوت. طب استاذنك اخد تشكيل؟ يلا بينا. يلا ناخد تشكيل مع امير هشام. امير هشام اتفضل. اهلا بيك يا كابتن ميدو، بضيوفك وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. سريعا خليني اقول لك تشكيل النادي الاهلي الرسمي لمباراه اليوم امام فريق الاسيوطي في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر. في حراسه المرمى محمد الشناوي، امامه الرباعي صبري رحيل كباك ليفت، محمد هاني باك رايت، اثنين كمساكين ايمن اشرف ومحمد نجيب. في نص الملعب عمرو سولية وحسام عاشور متواجد النهارده بجانب عمرو سولية، امامهم ثلاثي اسلام محارب، وليد سليمان، جونيور اجاييه، والمهاجم الوحيد
الوحيد مروان محسن. ده التشكيل الرسمي للكابتن حسام البدري لاداء هذه المباراه. في المقابل خليني اقول لك دكه البدلاء الخاصه بمباراه اليوم يا كابتن ميدو: هشام محمد، علي لطفي، حسام غالي، ايضا باسم علي، وبكماني ملمبي، واحمد حمدي، وصلاح محسن. ده التشكيل الاساسي بالبدلاء اللي اختاره كابتن حسام البدري لاداء هذه المباراه. خلينا اقول لك ان التشكيل اتاخر شويه في الخروج يا كابتن ميدو، لان فريق الاسيوطي معتاد دايما ان هو ياخر التشكيل الخاص بيه، فبالتالي النادي الاهلي ما كانش عايز يخرج التشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي، لكن اخيرا خرج تشكيل النادي الاهلي، لكن حتى الان ما خرجش التشكيل الرسمي لفريق الاسيوطي. لكن خلال لحظات من المفترض ان التشكيل الرسمي لفريق الاسيوطي يخرج، واول طبعا ما يكون متواجد معنا تشكيل فريق الاسيوطي هرجع لحضرتك على طول واقول لك التفاصيل الخاصه بفريق الاسيوطي لهذه المباراه يا كابتن ميدو. تمام، شكرا لك يا امير، ومستنيين تشكيل الاسيوطي. يا علي مالك؟ علي علي عامل تشكيله سريه الظاهر. عاوز يشتغل عليه. علي ماهر لسه ما طلعش التشكيله، وعلي ماهر برضو يعني الفرقه بتسخن يعني. فرقه مين؟ علي ماهر. هتلاقيه بيسخن الفرقه كلها. طيب اقول لكم تشكيله النادي الاهلي مره ثانيه: الشناوي في حراس المرمى، وقدامه ناحيه اليمين محمد هاني ونجيب وايمن اشرف وصابر رحيل، ناحيه الشمال عمرو السلاوي وحسام عاشور، اثنين ديفندرات، قدامهم محارب وليد سليمان واجاييه ومروان محسن. دي التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي النهارده. ما خرجناش بره الحوار بتاعنا، هو النهارده بيتعامل مع انها بطوله منفرده. فده القوام الاساسي بتاعه. ينقصك فيه او افضل العناصر. افضل العناصر لا، بينقصك فيه ثلاث لعيبه احنا متعودين عليهم، اذا كان احمد فتحي او في نص الملعب كل يوم بيحط لاعب حسب حالته. هم دول الجاهزين، هم دول الموجودين. اسلام محارب هو اثنين النهارده بس. محارب ومحمد هاني. وازارو. ازارو ما بيلعبش النهارده. مش موجود. لان القوام، انا بتكلم على القوام الاساسي. القوام الاساسي بتاعك هو اللي موجود في ارضيه الملعب باستثناء الاصابات اللي عندك او التريحات اللي انت مريحها. هو ده الشكل. ان يبقى النهارده حسام البدري بيتعامل بنفس اسلوب لعبه، بطريقه نفس الطريقه اللي بيلعب بيها، بنفس الشكل 4-2-3-1. شكل يطمئن الحقيقه، لو اللعيبه دي جاهزه فعلا وما فيهاش اي مشاكل. كل التوفيق للجونيور ووليد سليمان زي ما قال عادل، والشكل الهجومي بتاعك اللي هو بيترجم لك الهجمات من ناحيه صابر رحيل ومحمد هاني. عايزين الحاله بس تبقى يعني فوق المتوسط بشويه، تستطيع انك تعدي الدور ده باذن الله. طيب انت كنت عايز تتكلم عن الكابتن حسام، كنا بنتكلم قبل ما يجي التشكيل، لو عايز تكمل كلام. بتكلم ان الحاله اللي احنا بنتكلم عليها، اللعيبه اللي بتتاح ليك من المباراة وخروجك من المباراة، هو ده اللي بيترجم منها. وهو نجح السنة اللي فاتت انه ما يحسسنيش بالبديل انه بديل. طب كان المفروض يريح نجوم ولا يلعب بيها ولا يلام؟ هو عمل ورد عليا اهو، قال لك دي بتاعت. انا بتكلم على مباراة الزمالك وقبل كمان، بعد ما خدنا الدوري العام على طول كان المفروض يبدا يدي النجوم واحدة واحدة ولا كان يلام؟ انا معاك في الكلام ده، بس دايما الزمالك كان مكتوب له في السماء انه هيكسب. دايما كان هيقول لك انت عملت زي جوزيه وريحت اللعيبه، ودي اتغلبت برضه واتحت الزمالك بالتفوق عليك، وان كان في ايدك وان كان بس انت واخد البطولات كلها ما شاء الله. ما هو فكرك غير فكري، غير فكر اي حد. ما تعرفش حتى البديل ما كانش يعني جاهز ان هو يبقى موجود الحقيقه. وممكن يكون في اخطاء. اقول لك على حاجه ما تزعلش مني، ممكن يكون في حاله من التصور ان خد المباراه بالشكل ده، توسم في الناس اللي كانت موجوده، عداه حته ان اللعيبه ممكن تكون مرهقه شويه اللي موجوده دي، واللعيبه الثانيه تقدر تديك البديل عنها الجري الكتير في الملعب. اهو حط بصراحه الله نيدفيد على اساس انه كان امل في نيدفيد ان نيدفيد يمنع حكايه نص الملعب، وان كان نيدفيد ما قدرش يتفوق على روحه ويعمل ثبات للحركات اللي هو موجود فيها. كنا بنشوفه على الاطراف وبنشوفه في النص، حصل له حاله من العشوائيه والتحمل المسؤوليه الكبيره في المباراه. تمام تمام. اعيد برضو على حضراتكم التشكيل للمره الثالثه: محمد الشناوي في حراس المرمى، قدامه اربعه على اليمين محمد هاني ونجيب وايمن اشرف، اثنين مساكين، وعلى شمالهم صبري رحيل، وقدامه اثنين ديفندرات عمرو السلاوي وحسام عاشور، وقدامه ثلاثه صانع العاب النهارده يكون اسلام محارب او وليد سليمان حسب ما هنشوف الكابتن حسام بدري بيفكر ازاي. وليد سليمان واجاييه ومروان محسن البدلاء. ده التشكيل قدام حضراتكم: البدلاء علي لطفي وباسم علي وحسام غالي وهشام محمد وبكماني وصلاح محسن واحمد حمدي النجم الصاعد. ده تشكيله النادي الاهلي. يعني كابتن ربيع ياسين، مباراه النهارده ممكن يكون مفاتحها اشخاص ولا برضو هتكون جماعيه؟ شايفها ايه؟ لا ده 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 ده, ده في وظائف لازم تبقى موجوده اجباري. انت تيم كبير بيدور على بطوله،
عارف يعني ايه تركيز والتزام، يعني مجموعه وظائف فنيه انا بحفظها للفريق طول الاسبوع الماضي، بعالج سلبيات وباكد ايجابيات. وانت خلي بالك انت ميزه ان القدرات اللي عندك بامر الله تقدر تشتغل بيها زي ما انت عايز، تقدر تواجه واحد ضد واحد 12 ضد 2 ضد حد. احنا قلنا الثنائيات، انت عندك النهارده ابعاد مهمه كتيره جدا لازم تشتغل بيها، بعد البدنيه وبعد خلي بالك الشغل النهارده المهاري الخططي يفرق معانا الاهلي، وده سر فوز النادي الاهلي واحتفاظه بالبطولات وخد بالك وبالاداء وبالنتائج. في ابعاد كبيره جدا بتحضر انت بيها وبتشتغل بيها وبتطورها كمدير فني. النهارده انت بادئ باسلام محارب لاول مره من فتره كبيره اساسي بيه النهارده، اكيد في وقت النهارده مطلوب من اسلام محارب مع المجموعه عشان اقدر اخد اللي انا عاوزه، بالك محمد هاني كباك رايت، فانت ريحت ناس وبدات بناس، هو التغيير في اثنين في شخصيه، لكن الابعاد اللي موجوده عند حسام البدري لازم النهارده في مجموعه وظائف جماعيه. النادي الاهلي هيعمله في الجانب الهجومي جماعي بنسبه 2%، بيطور طريقته بيوصل 4-4-1-1، قلنا الطريقه الدفاعيه الهجوميه بسبع لعيبه بيقدر ينقل عن طريق التمرير نسبه الاستحواذ كبيره جدا بيعتمد عليها في ثلثين الملعب الوسطاني، عشان بعد كده اترجم كل ده لانهاء هجمه من خمس لعيبه بيروحوا على الجول، عاملين ترابط، عاملين جماعيه، عاملين انتشار جيد، وده سر فوز، عاملين سرعات، انت بتلاقي سرعات مهمه جدا، كل ده النادي الاهلي لازم يشوفه النهارده، لازم تشوف شغل النهارده على مستوى، فاللي اقصده ان انت عندك شغل طول الاسبوع مهاري خططي، مهاري خططي بتحفظه، لو ان انت افتقدت الجزء الجانب المهاري يبقى الكوره النهارده مش هتروح، انت عندك 45 دقيقه في الزمالك، انت كنت عندك سر فوزك وتطوير شغلك هو التمرير، عامل التمرير. يعني التمرين ميدو كان كتير، كنت الزمالك 1-2-3 وتتقطع 1-2 اللعيبه مش فايقه في التمرين، التمرين ده اثر على النتيجه وعلى الاداء وما وصلتش. بعد كده بيبقى عندك جانب خططي بقدر اسيطر بيه على المباراه. السيطره دي بتترجم لهجمات 20-30 هجمه لما اوصل بيها بالجماعيه من غير جماعيه، انت اتاذيت الشوط الاول عشان بعدت عن الجماعيه، الجماعيه كانت الشوط الثاني دي حقيقه، فده سر فوزك، لو بعدت عن الجوانب دي كلها يبقى اداك ضعيف، هكسب واحده في اي حاجه. انما بقصد ان انا عندي وظائف فنيه مهاريه خططيه، جانب بدني ده الحمد لله مفيش يعني اي اختلاف عليه، لكن الجوانب دي اللي اقصده لو اللعيبه بعدت عنها ميدو، لو حسام بدري فرط فيها مع اللعيبه مش هنلاقي شغل فني على اعلى مستوى يقدر يريحك من بدري ويقدر تسجل بيه وتقدر تريح الدنيا وتقدر بفضل الله تعالى تبقى بتلعب هجوم ضد الدفاع، هو بيدافع وانا بهاجم، لان من اول جيم حافظ وعندي شغل وعندي وظائف اللعيبه بتنفذها على اعلى مستوى، كده يبقى النتيجه باذن الله تعالى في صالح النادي الاهلي. تمام، يعني هل يستطيع الكابتن حسام البدري بهذه التشكيله انهاء المباراه دون بذل اقصى مجهود عشان ماتش الترجي يوم 4 اللي جاي؟ ده سؤال الكابتن عادل عبد الرحمن، لكن بعد ما نروح لفاصل نشوف فيه تاريخ مواجهات امير. طب ناخد امير الاول نشوف تشكيل الاسيوطي ونرجع لحضرتك، يلا اتفضل امير. بجد التحية ليك يا كابتن ميدو. سريعا خليني اقول لك تشكيل الاسيوطي لهذه المباراه واللي لسه خارج للتو حالا. في حراسه المرمى احمد دعدور، امامه اثنين مساكين احمد سعيد اوكا واسلام صيام، باك رايت حماده طلبه، باك ليفت ايزاك مليم، في نص الملعب مهند لاشين ومحمد رزق، وامامه نبيل عماد دونجا واحمد عفيفي وشريف دابو، المهاجم الوحيد شلونجو. ده التشكيل الرسمي بالنسبه لفريق الاسيوطي. بالنسبه لدكه البدلاء عصام ثروت، احمد جمال، محمود صلاح، عمر سافيولا، عمر عبد الواحد، وايضا نيو جيفت وشريف رضا. ده كل ما يخص فريق الاسيوطي يا كابتن ميدو، لكن خليني سريعا اقول لك ان متواجد عدد من جمهور النادي الاهلي وايضا من جمهور فريق الاسيوطي. زي ما احنا عارفين تم طبعا الاستقرار على حضور 500 مشجع من اعضاء النادي الاهلي، سواء النادي الاهلي او النادي الاسيوطي. حتى الان طبعا بيحضر بعض الاعضاء طبعا المنتمين للنادي الاهلي وايضا بعض الاعضاء المنتمين لفريق الاسيوطي، واللي مقدر عددهم ب 500 فقط طبعا حسب الاتفاق ما بين اتحاد الكره والامن طبعا قبل هذه المباراه. فبالتالي
التوتال هيكون 1000 مشجع وبالتحديد هم كأعضاء من كلا الناديين هيكونوا متواجدين وهيتابعوا هذه المباراة من داخل أرضية ملعب استاد السلام. خلينا أقول لك أن في هذه اللحظات طبعا لاعبي النادي الأهلي بيأدوا عمليات الإحماء وأيضا لاعبي الأسيوطي بيأدوا عمليات الإحماء استعدادا لهذه المباراة, وخلال دقائق طبعا هيتم خروجهم من أرضية الملعب ويكونوا جاهزين إن شاء الله لبداية هذه المباراة الهامة واللي أكيد نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي ويقدر من خلالها يتأهل لدور نصف نهائي من بطولة كأس مصر. شكرا ليك امير. يعني اخيرا علي مال طلع تشكيلته اللي هيقابل بها النادي الاهلي النهارده في ربع نهائي كاس مصر. هنطلع لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم على طول, نشوف في الفاصل تاريخ مواجهات الاهلي والاسيوط. اهلا بحضراتكم من جديد, اقول لكم تشكيله الاسيوطي بسرعه. دعدور في حراس المرمى, قدامه اثنين مساكين اوكا واسلام, وعلى شمالهم ايزك وعلى يمينهم حماده طلبه, اثنين ديفندرات دونجا ومحمد رزق, قدامه اثنين او ممكن تقول اربعه زي ما هنشوفه بقى مع الكابتن علي ماهر في الملعب وعاملين زي شريف داب ومهند لاشين واحمد عفيفي تحت شولونجو الفيرويد او الاسترايكر الرئيسي. قبل الفصل كنت بسال الكابتن عادل عبد الرحمن, فاكر السؤال ولا اقوله لك تاني؟ لا قولوا لي تاني. في ظل التشكيلة اللي كابتن حسام بدري عملها, ازاي يقدر يطلع اللقاء بمكسب زي ما حضرتك قلت بدون بذل اقصى مجهود؟ خد بالك لو بصيت لتشكيل النادي الاهلي اتفضل, انه اتنين بس اللي هم فوق الثلاثين, وده السر اللي بيعمله كابتن حسام في الوقت الحالي, ودي حاجة غير معلنة المدربين بيعملوها في التلت الاخير من السنة. اللي هو ايه؟ اللي هو دايما يقلل الاعمار السنية داخل الملعب. بمعنى يعني انت بتتكلم على اللي احنا عندنا في التشكيل مثلا, اتكلمنا على محمد الشناوي ده حارس مرمى, نجيب وايمن اشرف الاعمار السنيه عندهم, محمد هاني قليل رحيل, سليه حسام وحسام عاشور, يمكن حسام هو اللي فوق ال 30, ولكن اجاي وليد سليمان برضو, واسلام محارب, وعندك مروان محسن. يعني الاعمار السنيه بتبقى في الوقت ده بيلعب بيها الكابتن حسام, بمعنى انه ممكن في راحه اللاعب كبير زي احمد فتحي في السن ممكن يقعده لمباراه الترجي, لكن ممكن واحد يستحمل يلعب ثلاث ايام ويلعب مباراه ومباراه اخرى. تمام. على حسب الاستشفاء اللي بيتعمل. حلو. وخلي بالك في حاجه مهمه جدا في الوقت الحالي, يمكن احنا بنتفرج في اوروبا كابتن حميد في الاسبوع الانجليزي مثلا على سبيل المثال ثلاث ايام في ثلاث مباريات بيبقى ما بين اثنين مباراتين والمباراه في اوروبا, الاستشفاء هنا بتتغير خلاص, العلم زاد خلاك انك انت كان في الاول ممكن تقعد 36 ساعه تلعب مباراه, ده احنا في اخر التسعينات, دلوقتي وصل العلم انك انت ممكن تلعب مباراه بعد 18 ساعه لو عملت الاستشفاء الجديد الكويس الصح اللي هو فيه, بس هو عايز امكانيات شويه, لكن النادي الاهلي افتكر ان هو عنده كل الامكانيات بتاعه الاستشفاء, ولكن ممكن يخسر حاجه واحده بس ما تكونش موجوده اللي هي حجره الاكسجين. هي دي اللي بتبقى مهمه دلوقتي, دي اللي قللت الاستشفاء في العالم كله ل 18 ساعه. لكن في النادي الاهلي ممكن من غير حجره الاكسجين بتعمل حاجات بديله, ممكن توصل ل 26 25 ساعه تقدر تلعب مباراه اخرى. تمام. علشان كده بقول لك الاعمار السنيه بتبقى ما بين لاعب ولاعب. ممكن لاعب فوق ال 30 ممكن يلعب له مثلا بعد 48 ساعه تعمل استشفاء كويس, ما بالك 3 ايام مع التدريب, وفي لاعب اصغر ممكن تعمل له حوالي 26 ساعه تجيبه بعد 26 ساعه وتقدر تحمله تاني عشان تلعب المباراه. فالنهارده الكابتن حسام البدري شكله عامل التوازن, الاعمار كويس قوي, توازن الجهد والجري كويس قوي. النهارده هتبقى المفاجاه في حاجه واحده بس, تبقى المفاجاه في اسلام محارب. ليه اسلام محارب؟ احنا خدنا عليه ودايما نقول عليه من البدائل الجيده جدا في الدوري, هو وليد سليمان. هو كابتن حسام البدري قدمه لنا كده, هو كده اسلام محارب بقى. هنا اقدر اقول لك اسلام محارب المعدن بقى بتاعه, اشوفه النهارده. اللي هو هل اسلام محارب بيغير لي السيناريو في اوقات فقط ممكن يكون اتاقلم على كده, ولا هل اسلام محارب هيقدر النهارده ياخد الوقت الكبير؟ هنا نقطه مهمه ثانيه, الجزء الثالث اللي قدام, اسلام محارب هيلعب فين؟ ودي المهمه بقى. اسلام محارب ما يلعبش طرف,
دايما هيلعب تحت المهاجم تحت مروان، لان لو وليد سليمان اللي يقدر يلعب طرف ويلعب جوه، لكن اسلام محارب السرعات مش هتسعفه ان هو ممكن يعمل كطرف. عشان كده بقول لك النهارده هنشوف حاجات كتير قوي، بس اتمنى انك انت تطمن من المراسلين على الاجواء يا كابتن عبد الحميد، التراب والحاجات دي، علشان دي مهمه جدا. الدنيا دي ده لايف قدام حضرتك، مفيش تراب الحمد لله. يعني لا ممكن يكون نشوف سرعه يعني الرياح كبيره قوي، لانه دي اللي انا خايف على النادي الاهلي منها، بس لان الفرقه المنظمه دائما ما بتعرفش تلعب في الاجواء اللي يعني بتبقى بصعوبه، بتقرب المسافات شويه. تمام. كابتن شريف عندك حلول تانية للكابتن حسام ولا زي ما الكابتن عادل قال؟ لا مفيش اي حاجه. انا بالنسبه لي زي ما تطلع باقل مجهود. لا بعدم الكره هي اللي بتجري مش اللعيب هو اللي بيجري. هو عودونا على الباص باص باص، وربيع اضاف ان مش عايزين ميز باص. مفيش ميز باص يعني مفيش كونتر اتاك عليك، يعني مفيش طمع فيك. استحواذ على نص الملعب، يعني انت موجود داخل الشكل، في ثقه بقى للعيبه في نفسها في الفرديات. النهارده احنا بقى لنا كتير قوي من الماتش اللي فات، اللعيب اللي بيعدي من واحد ضد واحد، واحد قدام واحد، بشوف برضه ان هو محتاج السبورت، بينسى الكروسات اللي هو بيعملها والفنتات اللي بيعملها. وفي لعيبه كتير قوي ما تحطهم تحت المسؤوليه بيطلعوا كل اللعب اللي عندكم. انا النهارده طمعان في اللعيبه الحقيقه، ان كل واحد يديني اقصى ما عنده، ان ده دور مهم قوي يوصلك للسيمي فاينل بتاع كاس مصر، ويديك الثقه اللي هي المباراه اللي بعدها. فاللعيبه لازم تعتمد على زي وليد سليمان كده. وليد سليمان من اكثر اللعيبه اللي هم عندهم مجهود فردي دايما، جاي نفس الشكل. الاثنين دول عندهم عوامل فرديه ساعات بتوصلك ان تحرز اهداف، من ثوابت، من 1 2 جيد، من 1 3 اللي بيلعبوها كان في الفتره الاخرانيه في الدوري العام. ففي كان في اشكال هم معودين عليها بيطمنونا حتى واحنا بنتفرج عليها، وبتبث فيهم الثقه حتى في الاداء، انهم يجروا بحرياتهم، عندهم ثقه في اللعيبه كلها في بعض، بيظهروا لبعض، ما فيش تحس ان اللعيب عنده ارهاق تقلان في الملعب، فبيحصل فيه ثغره من نص ملعبنا او في الديفنس او اي حاجه بتدي للفريق المنافس الاتجاه ازاي يمشوا علينا منين او يوصلوا لنا ازاي. فانا كل اللي بتمناه النهارده ان الحاله مش ان انا اكسب بسهوله، لا عايز اكسب بتعب وعايز اكسب بكل حاجه، بس اكسب. عايز اعدي اكيد، عايز اعدي الشكل ان انا عندك حلم وعندك طموح في افريقيا. الفرقه اللي بتخسر مباراه يا كابتن عشان تعود وتكسب تاني على اي شكل، ها؟ أيوة. لازم يكونوا قدروا يلموا نفسهم بسرعه ويثقوا ان اللي كانت دي زوبعه وحصلت، هم مش من الفرق اللي هي بتخسر لا تقدر تعود، وزي ما بيكونوا بيخش فيهم هدف في الاول. فمن الميزات بتاعت النادي الاهلي ان هم الفرقه الوحيده اللي تقدر تعود وتجيب هدف وتجيب اثنين وتجيب ثلاثه. فعايزين النهارده ان شاء الله يعدي بسلام، وان حاله اللعيبه تبقى النفسيه والفيزيكال فيتنس بتاعهم اللياقه البدنيه في احسن مستوى باذن الله. تمام. يعني برضو كابتن ربيع، المعادله بتبقى صعبه شويه لو انت مدير فني مكان كابتن حسام بدري. معادلة صعبة شوية في ان انت عندك مباراة مهمة قوي في افريقيا بعد اربع ايام، وعندك مباراة مهمة جدا في كاس مصر، وخسران ماتش ملوش قيمة، بس خسران ماتش قمة اعلامية زي ما قلت، قمة جماهيرية بين الناديين، انت عارف كسبنا وخسرنا ومش عارف الكلام ده كله. فايه المعادلة الصعبة في الحتة دي؟ بص، هو مفيش معادلات صعبة على ادارة النادي الاهلي. تمام. الادارة خلي بالك، الادارة اولا لا جديد بالنسبة للنادي الأهلي، لا جديد، أنت طول عمر النادي الأهلي بيتحط في المعادلات دي، بيتحط في ضغط المباريات، في البطولات، في خد بالك في كل أربع أيام، لا جديد. والسنة اللي فاتت خلي بالك كانت موجودة ولا لا موجودة ولا لا موجودة بامتياز. أنت بس عشان أنت عندك مجموعة في نهاية موسم وبتخلص موسم وعندك إعارات، فلا جديد. لكن الشكل العام بالنسبة للتنسيق والتنظيم في تدوير اللعيبه وتدوير البطولات والتشكيل والتوظيف والحاجات دي كلها عند حسام بدري بفنياته اكيد موجوده بشكل كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي اكتر لعيبه متعوده على كل اربع ايام مباراه بيده، خلاص لا جديد. الدليل الحمد لله ان احنا وصلنا نهائي افريقيا الموسم اللي فات، خدنا دوري، خدنا كاس، خدنا سوبر، ما كانش في توفيق في العربيه عشان البطوله العربيه. انما الحمد لله ان انت يعني الجانب المهم اللي لازم ان شاء الله يتم التنسيق فيه خلال الايام دي هو بالنسبه طبعا للمراكز اللي انا محتاجها، للعيبه اللي محتاجها، الاضافات اللي موجوده، عشان الاضافات دي هتفرق معايا في الموسم الجديد. احنا محتاجين اضافات،
موجوده مش عشان هزيمه الزمالك، لا غير هزيمه الزمالك احنا محتاجين اضافات. خدنا الدوري وخدنا الكاس وصلنا افريقيا وكل حاجه كويسه، لكن محتاجين اضافات معينه. مفيش كلام ان اكيد الاداره بتبحث عن الاضافات، واخد بالك؟ وكان في قعده كبيره جدا امبارح مع ملك التعاقدات وبيتكلم فيها، يقول ان احنا ان شاء الله هنجيبه 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 في النادي الاهلي. قاعدين قعده كده جميله يعني، خد بالك بقدر الله يعني. لا اقصده ان الاداره مش نايمه. انا فهمت انت معناها ان في اربع ايام اكيد ان حسام عامل حسابه للترجي، مفيش كلام ترجي في حسابات اللعيبه، لكن الاربع ايام دول اتعودوا عليهم اللعيبه، وهتلاقي الحمد لله اداء بامر الله متوازن ورائع جدا ونتيجه كويسه، واكيد اللعيبه متعوده، وفي نفس الوقت مع الاضافات اللي هتبقى موجوده هتفرش بنيه الموسم ان شاء الله تعالى. تمام. يعني برضو علي ماهر، نرجع لعلي ماهر تاني بالتشكيله اللي قدام حضرتك دي. شوف، هو دايما الاسيوطي عنده طريقتين للعب، طريقه لملعبه وطريقه خارج ملعبه. احنا خارج ملعبه دلوقتي، الطريقه اللي بقول لك الاول طريقه ملعبه علشان اعرفك وبيعمل ايه خارج ملعبه. طريقه ملعبه ان هو بيعمل ضغط امامي علشان الهواء وعشان الملعب صغير، فبيلعب دايما باتنين رؤوس حربه ممكن يكونوا تحت بعض شويه، لكن بره متخيل انه بيلعبها 4-1-4-1، واحيانا بيعمل 3 فلات في احيانا من الوقت. علشان كده انت يمكن قلت كلمه كابتن عبد الحميد في البدايه، قلت ايه؟ هو ليه علي ماهر بيأخر التشكيل؟ خلي بالك تاخير التشكيل مش علشان يغير لعيبه، لانه ما يقدرش انه يعمل دي، لانه كده لو عمل دي بيهد لاعب، لكن هو عشان يدي مهام في طريقه لعبه، لانه هو الفرقه اللي بتلعب اللي دايما يبقى ملعبها غير الملعب اللي بره، فبتبص ليها دايما. هو التشكيله كابتن عادل في اوضه اللبس؟ لا، بيغير المهام مش التشكيل. يعني ما يقدرش يغير المهام ازاي؟ يأخر ازاي؟ مش فاهم يغير المهام يعني ازاي. يعني هو بيعمل ايه؟ علي ماهر دايما يشوف النادي الاهلي الافراد مين، فيعمل ايه؟ فهيقابل منين؟ هيشوف قصدك يشوف تشكيله النادي الاهلي الاول؟ بيشوف اي تشكيله قدامه. هو في مدربين ده فكرهم، يعني اللي هو يقول لك ايه، هو اولا خلي بالك وده غلط، لانه غلط جدا المواعيد، لانه المواعيد عندنا مش ممكن دي فيها مثلا 100,000 ريال، لا عندنا في السعوديه مثلا 100,000 ريال رسمي، يعني لو اتاخرت انت الاتحاد يديه لك على طول، ولو اتعمدت تاني تزيد وتعمدت تزيد، لكن احنا بنتكلم هنا. لا انا بتكلم ممكن في حاجه فنيه، ان انا ما ينفعش ان انا اجي اقول للعيب قبل الماتش بحوالي نص ساعه انا هغير مهامك من كذا لا مش يغير مهامه. بص يا كابتن عبد الحميد، السيستم بيبقى واحد، لكن تغيير المهام اللي هو ايه، الحته اللي انا اتكلمت معاك فيها، احيانا انا بغير المهام في الاجواء لما بشوف الاجواء بتتغير، بس مش المهام كلها. اللي هي انت بتلعب ازاي؟ هل بتلعب دفاعي انت ولا بتلعب هجومي؟ الاسيوطي مع النادي الاهلي دفاعي وبيلعب على الهجمه المرتده، مفيش اتنين يقولوا غير ان الاسيوطي لو الاسيوطي هاجمك بيبقى بيعمل ريسك كبير مش هيقدر يعملها. فاحنا عارفين ان الاسيوطي والنادي الاهلي ما بيدافعش، المفترض كل الناس عارفه ان النادي الاهلي ما بيدافعش. فاكر ماتش الاهلي والزمالك الاولاني اللي في بتاع الدور الاولاني، النادي الاهلي كان ماشي افضل وكنا الاحسن. كابتن حسام البدر عمل ايه في ماتش 3-0؟ بس انت كان عندك هدف. عمل ايه؟ انت كان عندك هدف. عمل تحفظ قوي ولعب حته نفسيه كلها. كان عندك هدف كمان يا كابتن عندك القوة حتى لو يعني انا بختلف دايما مع الناس في الحته دي. النادي الاهلي دايما لما بيلعب على حاجه دايما بيكون هو سباق، لو خسر بيخسر يعني بصعوبه وبشق الانفس، لكن تلعب ماتش اصلا يا كابتن ربيع يعني شوف يا كابتن اقول لك حاجه، انا بكلمك على انه مباراه الكاس لا تقل عن مباراة الأهلي في الدور الأول مع الزمالك. تمام. ليه؟ لأنها مباراة ممكن كده. لا سيبك من الهدف والحافز كمان، النادي الأهلي حافزه كبير، يعني أنا لازم يكسب في كل حاجة. ودي تربية، أنت متربي على كده وثقافة، أنت عندك الثقافة دي أنك حتى لو حصل إيه كسبت جميع البطولات وبتلعب ريال مدريد عاوز تكسب. بس شوف معلش بقول اعطي كلامكم، انا بص محطمين كم وهزيمه عاديه، بص اللعيبه زعلانه ازاي واحنا زعلنا ازاي. لا بس يعني زعلانين زعل في نخوه وفي غيره، الزعل مش زعل دي ده ماتش دور اول. الزعل اختلف، الزعل اختلف لان اللغه الاحترافيه عند حتى كمان الفكر الثقافي للجمهور اختلفت.
قال لك لا برضه احنا ماتش اساسا أيوة النادي الاهلي مش عايزه في اي حاجه، عندك كاس وعندك افريقيا. يعني كان كمان بيتكلموا مع كابتن حسام بدري ان هو كمان يريح نجوم كمان من الفريق. اكيد طبعا الاحترافي للجمهور كمان اختلف. انا عندي بطوله بطوله كاس مصر، بطوله كبيره هتودينا حته تانية. تمام. النادي الاهلي كل سنه لازم ياخد جميع البطولات. تمام. هتودي الكابتن حسام البدري حته اخرى. تمام. انه ياخد ثنائيه سنتين ورا بعض. تمام. ودي تبقى حاجه مهمه، فيستاهل النهارده ان ما يتعملش ريسك. الريسك اللي هو انك انت انت الكبير، انت الاقوى، انت اللي عندك امكانيات اعلى، ولكن كره القدم في مباريات الكاس بتبقى ليها معطيات اخرى. ما ينفعش انك انت تيجي تقول لي ان انا ممكن اهاجم الاسيوطي من اول ثانيه. انا هاجمه من اول ثانيه، لكن عامل العمق الدفاعي كويس. مش هخليه، انا شايف ان هو هيدافع طول الوقت علشان يقدر يجيب فيه الجون. فانت السيناريوهات كمان بتاعه الليل مهمه. اللي انت بتغير ازاي السيناريو، ما هو انت بتحط في دماغك انك لو دخل فيه الجون هتعمل ايه، لو جبت جون في الاول هتعمل ايه، لو في الدقيقه كذا حصل ايه. ما هي دي معطيات كتيرة قوي. مباريات الكاس فيها معطيات اكتر من مباريات الدوري. تمام تمام. يعني كابتن شريف، في كابتن عادل بيتكلم ان كابتن علي ماهر جوه حاجه وبره حاجه. النهارده في حاجه جديده، ان كابتن علي ماهر بيقول الاسيوطي شكرا لو هو خسر، يعني اخر مباراه ليه. عنده ثقه كبيره جدا جدا في رد الفعل اللي عمله خلال السنه في الدوري العام. عمل شكل كويس قوي الاسيوطي، عمل اداء فني مميز، عامل سكور في التهديف، يعني عامل شكل وعمل حاله بصراحه علي ماهر. فهل ده كمان يديله ثقه ان هو يغير شكله قدام النادي الاهلي النهارده؟ والله هو احنا قلت لك من شويه، هو النهارده طمعان ان هو بابوره الضوء، يعني مع وجود مع الفريق ووصل لنهائي الكاس دي حاجه تضاف له يعني كمدرب يعني. بس هو الميزه في علي ماهر الحقيقه انه بالامكانيات اللي عنده ده عمل حاجه عن الشبهات اللي حصلت في الثلاث فرق اللي نزلوا، وعن اتحاد اسكندريه وعن وادي دجله، وفرق بهذا الفريق خدت بالك. وعلى قد الامكانيات اللي قدموها له الاسيوطي، هو الفكر بتاعه هو يعتبر من فكر اهلاوي برضه، يعني ده ابننا ومتربي في وسطينا، فعنده طفره اكيد احسن من اي حد بيفكر زينا يعني. ايوه ده الحاجات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي، بالعوامل دي كلها ممكن يغير تفكيره النهارده في مقابله نادي. هو تلاقيه كان بيفكر زي ما انا كنت بفكر ان ممكن كابتن حسام النهارده يلعب باثنين فراوده. بالتاخير اللي انت بتتكلم عنها دي، عايز اشوف وفي علي صلاح محسن ومروان محسن في الملعب ولا ممكن يقعد فينا يعني، فاهم قصدي؟ ما يفوتوش حته صغيره يقول لك ايه، ما انا كسبانها، ما انا تحت ايدي دلوقتي، اشوف هيلعب بمحمد هاني ولا هيلعب بباسم علي ولا هو ما هو عايز يمسك في ال 90 دقيقه بايده واسنانه، عايز يمص دم ال 90 دقيقه لمصلحته. فعلى هيوصل ان هو ياخر بقى التشكيل، ياخر الفرقه تنزل تسخن، يديك التشكيل فيه، ما في لعيبه بتيجي تسخن يقول لك جالي شد وبنغير، ده حصل فينا ماتش اهلي وزمالك كان مع احمد السيد متهيألي وحاجه زي كده. ف مش ده الشكل. انا الشكل عندي الفاينل بتاع ال 90 دقيقه، انا هفكر ازاي مهما كان التاخير او مهما كان الشكل، انا النهارده هفكر ازاي خلال ال 90 دقيقه في المواجهات. يعني النهارده انت وانت بتعرض لعادل ماتش الزمالك والاهلي القديم، انا شفت وليد سليمان ربيع بيستلم الكره وبياخدها وبيعدي من 1 2 3 4 يجوز لعيبه الزمالك كلهم جريوا عليه، الحق ده جري أيوة من هنا أيوة أيوة. بس النيرف بتاع وليد وهو بيستلم وبيعدي ده الشيء أيوة الفردي أيوة. اللي انا اتمنى اشوفه النهارده يبقى مزروع جوه اللعيبه كلها، حته الانطلاقات والتركيز وانهاء الهجمه ودخول في خط 18، هو ده المفتاح النهارده اللي يعديك بقى علي ماهر ويعديك الاسيوطي ويعديك الترجي ويعديك كل حاجه يا رب. ده اراده خدت بالك، كان الله معهم ان شاء الله في الفوز. توقعك الشوط الاول 3-1 ان شاء الله نادي الاهلي باذن الله خير باذن الله، ويبقى عندي بس الاسبقيه في احراز الهدف الاولاني. كابتن ربيع خير هنكسب ان شاء الله، اداء كويس ان شاء الله، الشوط الاول يبقى شكله نتقدم يبقى شكله كويس، في تركيز في التزام في اصرار في تغيير ان شاء الله تعالى، فدي قوي فني على اعلى مستوى ان شاء الله. اسلام محارب النهارده يكون يعني انا حاسس بيه النهارده، وحاسس ان النادي الاهلي هينزل مصمم ان هو ما يتخطفش القطفه بتاعه الاسبوع اللي فات، فهيدخل مركز جدا من الناحيه الدفاعيه وعايز يجيب هدف مبكر. مباراه صعبه بكل تفاصيلها، كابتن حسام بدري في مواجهه علي ماهر. علي ماهر زي ما قلت لحضراتكم اخر مباراه ليه
لو باعتبار ان الاهلي كسب، علي ماهر عنده طموح كبير جدا، وكابتن حسام بدري عنده طموح اكبر مع جماهير القلعه الحمراء والقلعه الحمراء نفسها كمان. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المواجهه. شوط اول اتفرجوا عليه وارجعوا لنا على طول، عندنا كلام مهم جدا ان شاء الله نقوله بين الشوطين. مع السلامه.